يا صباح الخير يا اللي معانا، ويعني سعيدة خليني أقول في البداية بعودتي مرة تانية حضراتكم في 10 الصبح في الأهلي. كان نفسي طبعا أول حلقة يكون كريم موجود، لكن هو بيعتذر لحضراتكم، هكون متواجدة أنا لوحدي النهاردة، يعود إن شاء الله كريم مرة تانية غدا. لكن سعيدة أنا بعودتي على المستوى الشخصي، وفاتني يمكن أسبوع كان مهم جدا كمان على النادي الأهلي، أحداث كتيرة، ماتش امبارح كمان ماتش كان مهم جدا، وفي كلام كتير جدا هنتكلم فيه. وهقول صباح الخير، طبعا مش هنقول صباح النصر لكن هنقول صباح الخير. كان نفسنا يكون في اداء الى حد ما افضل من كده، لان ده برضو بيخليك تطمن على اللي جاي، كل مباراه بتخليك تشوف اللي جاي بيبقى شكله عامل ازاي. لكن هنتكلم في كل التفاصيل طبعا، في حاجات لازم هنقف عندها، في حاجات لازم هنفسرها بشكل كمان يعني كبير، او هنقف عندها لان عليه علامات استفهام بمعنى اصح، خليني اقولها بهذا الشكل. وفي كلام اخر طبعا خاص بمنتخب الشباب والرياضات الاخرى وابطالنا البارالمبيين، كل ده هيكون معانا النهارده. لكن برضو قبل اي حاجه، انا قبل ما ابدا كمان حتى التنويه عن الفقرات، انا عايزه كلنا حقيقي يعني ندعي لسياده الوزير العمري فاروق، عضو مجلس طبعا اداره النادي الاهلي، لان زي ما حضراتكم عارفين وزي ما كنا بنتابع الفتره اللي فاتت، هو خضع يعني كمان للاسف خلال الخمس ايام اللي فاتوا لخمس جراحات كانت دقيقه جدا، وهو حاليا في الرعايه المركزه. وللأسف الشديد محدش فينا بيملك أي حاجة غير الدعاء ليه بالشفاء، يا رب يشفيه ويديه العافية وبإذن الله يرجع أفضل من الأول، لأن ناس كتيرة جدا جدا جدا، وده اللي كان أو ده الشق اللي هقول في الكبوة اللي احنا فيها اللي شوية أسعدنا، هي فكرة إن الواحد بيقيس أو بيشوف قد إيه البني آدم ده بيكون محبوب والناس بتدعي له، حتى الناس اللي هي ما تعرفوش كم الناس اللي كانت بتدعي وكم الناس اللي أظهرت حبها لسيادة الوزير العمري فاروق، لأنه فعلا شخصية تتحب وشخصية تستحق فعلا الاحترام والحب والتقدير. راجل لطيف جدا، راجل محترم جدا، راجل ناجح جدا، ربنا يقومك بألف سلامة يا رب، لأن كمان الوضع كان مفاجئ لينا جميعا. يعني أنا كنت بسفرة طبعا زي ما حضراتكم عارفين، وسمعت الخبر وشفت كم التعليقات المكتوبة والبوست مع الناس عاملاها وغيره، لا يعني الواحد زعل جدا، الواحد ما كانش متوقع حاجة زي كده، لأن حسب برضو لما كنت بتكلم مع زملائي ناس كانوا بيكلموه عشان يهنوه بعيد ميلاده، يعني هو كان عيد ميلاده تاني يوم، فناس كانت بتكلمه عشان تهنيه بعيد ميلاده، كان بيرد على الناس، فما فيش بعدها بساعات قليلة جدا حصل يعني موضوع النزيف، للأسف الشديد نزيف كان في المخ بشكل كبير، وعلى أثره طبعا فقد الوعي ويعني دخل في غيبوبة وأجرى عدة جراحات. إن شاء الله يرجع لنا بألف ألف سلامة، بس كنت لازم أقف هنا ويعني بطلب تاني من حضراتكم كلنا ندعي لسيادة الوزير إن شاء الله يقوم بألف سلامة. هرجع تاني لحضراتكم وهنوه بقى عن الضيوف. الفقرة الأولى هينورنا فيها محمود صبري، وهو بطل العالم في رفع الأثقال البارالمبي، ويمكن من حضراتكم اللي هيلاحظ او متابع 10 الصبح في الاهلي هتشوفوا قد ايه احنا بنهتم بهذا الملف، ملف الابطال البارالمبيين اللي هم بيفردوا نفسهم على الساحه وبيفردوا نفسهم على الاعلام، مش احنا مثلا بنعمل ده كنوع من العطف او كنوع من العاطفه او الحنان، لا فيش حاجه اسمها كده خالص، انت بتتكلم عن فئه وفئه فعلا يطلق عليهم ابطال، وابطال استثنائيين للي بيقدموه لبلدهم واللي بيقدموه لينا واللي بيقدموه كمان مش فكره بس بطولات، لقصص نجاح كبيره جدا موجوده كلها تحديات، الواحد لما بيقعد يسمعها بيحس ان هو صغير قوي لما بيجي يقف عند مشكله صغيره يقول لك انا خلاص الحياه بالنسبه لي انتهت، الكلام ده مش حقيقي، مفيش حاجه اسمها الحياه انتهت عشان اي حاجه، فلازم نتعلم كمان منهم، فهي بيبقى شق كمان في شق انساني وتعليمي، وفي نفس الوقت طبعا بنسمع وبنستمتع بالمشوار اللي كله تحديات اللي في الاخر بيكلل بميداليات كمان في بارالمبياد بيترفع فيها علم مصر واكثر كمان من مره. الفقره التانية أكيد هنتكلم بقى عن مباريات الأهلي، وحينورنا فيها كابتن صديق الجمال نجم الأهلي السابق، وبرضه من الشخصيات الجميلة والمحترمة جدا بصراحة والعزيزة جدا علينا في 10 الصبح في الأهلي. طيب أنا هبدأ بقى مع حضراتكم ونخش في الموضوع على طول، ونتكلم على طول عن ماتش امبارح، لأن امبارح الواحد قبل المباراة طبعا يعني كنا متوقعين بعض الامور، وشفنا اكيد وحضراتكم تابعتوا الاستوديوهات التحليليه المختلفه، الناس كلها كانت بتتكلم مباراه الاهلي مع الجونه، دايما انت بتيجي تلعب باي مباراه
بص على المنافس اللي قدامك. طب المنافس اللي قدامي بلغه الارقام واصل لفين؟ المنافس اللي قدامي يعني هل هو 50-50 ولا انا في حته اعلى شويه ولا ايه؟ ده الناس كلها بتقول لك يعني مهم ان انت تبقى عارفه قبل اي مباراه. اي مدير فني بيبقى عارف القصص دي وبيبقى دارسها وبيبقى عارف قوه المنافس ونقاط القوه والضعف والكلام ده كله عشان يقدر ان هو حتى يضع الخطه بتاعته لسير المباراه. وكمان فكره هنا اللعيبه والتشكيل والتبديلات والحاجات اللي زي كده. طيب لما جينا اتكلمنا او جينا سمعنا قبل المباراه كنا او الكلام كله كان في اتجاه ان لا الماتش مش صعب، نحترم برضو المنافسين زي ما احنا متعودين في النادي الاهلي، لكن المباراه مش هتكون صعبه. امبارح خليني اقول احنا تصدرنا جدول ترتيب الدوري بعد طبعا التعادل مع الجونه، لكن الماتش في المجمل كان ماتش قوي جدا. طب ليه بنقول على ماتش قوي؟ بنقول على ماتش قوي لما بيبقى فيه نديه في اللعب. وبصراحه خلينا برضو نتكلم واحنا متعودين مع حضراتكم على النقطه دي. هنا كابتن علي عبد العال مدرب الجونه بيلعب بشكل كان دفاعي يعني بحت، هو وده العادي بتاعه برضو ما هياش حاجه فاجئتنا، لكن فكره ان انت تلاعب فرقه بتلعب بشكل دفاعي بحت برضو ده بيخليك الى حد ما متقيد في اللعب، يعني بتعتمد يمكن على الهجمات المرتده فقط، بيبقى قافل لك اللعب، وده اللي يمكن ظهر كان في الشوط الاول بشكل كبير جدا. الاهلي متصدر جدول المسابقه ب 13 نقطه من اربع مباريات، الحمد لله نقدر نقول فوز وتعادل وحيد، ولسه طبعا لينا مباراه مؤجله، لكن احداث المباراه بالامس تاني هرجع اقول كانت مثيره جدا وحافله كمان بالنديه والمحاولات الهجوميه اللي احنا شفناها، ولكن للاسف الشديد انت ما وصلتش للنقطه اللي انت عايزها ان انت تحرز هدف. يعني الفينال بتاعنا اللي احنا قلنا عليه يمكن من المشاكل اللي كانت بتواجه النادي الاهلي الموسم اللي فات، هو الفينال بتاعك انا بلعب لعب كويس لكن الفينال بتاعي بيبقى فيه مشكله، ده اللي احنا شفناه برده بالامس. نتمنى بقى اللي جاي ما يكونش كده، بس على كل حال خليني في المباراه بتاعت امبارح تحديدا. فكره كمان ان انت لما بتضيع بعض الكرات او بتضيع بعض الاجوال اللي هي بتبقى محسومه برضه ده بيبقى عليه علامه استفهام والجماهير بتبقى زعلانه. يعني امبارح يمكن المباراه على مش الاستاد بتاعك على استاد الجونه، لكن انت كان الجماهير بتاعتك يعني يمكن هي اللي ماليه الاستاد، يعني جماهير النادي الاهلي اكيد ما فيش مقارنه بقى هنا، معلش اسمحوا لي يعني لما تيجي تتكلم عن المنافس اوكي المنافس انا بحترمه، لكن جماهير النادي الاهلي قصه ثانيه، ما حدش يقدر فيها بقى ايه جامل، يعني مش قادر نطلع نجامل بصراحه او نجمل الكلام يعني. فهرجع تاني للفنيات شويه في قصه برضو ان انت بتلعب الجونه منافس بعيد قوي عنك، منافس بعيد قوي عنك بكل المقاييس بلغه الارقام والفنيات والتاريخ والجماهير وكل حاجه، لكن انت امبارح برضو بتلعب فريق يمكن كان عنده تقريبا اربع او خمس لعيبه اول مره اصلا يشاركوا في الدوري الممتاز، فدي نقطه. الناس اللي قالت لك طب واحنا على الصعيد الثاني يا جماعه ما النادي الاهلي هو ليه التشكيل كان عامل كده والشوط الاول كان وحش عشان كولر، بعد كده التبديلات اللي عملها هي اللي خلت الشوط الثاني يظبط شويه. انا النقطه دي بقى عايز اقف عندها شويه لان انا ما بتعجبنيش بصراحه قصه ان احنا بننظر على المدير الفني، عندي عليه علامه استفهام. على فكره انا تابعت امبارح، انا رجعت من السفر امبارح بالليل بس ما حبيتش انام غير لما اشوف يعني الاستوديوهات التحليليه المختلفه لبعض الزملاء طبعا واللي بيسبقونا بخبرات كبيره جدا واللي كان كتير منه بنسبه 90% عندهم نقد للنادي الاهلي بشكل كبير جدا وتحديدا لكولر. يعني 90% امبارح بيتكلموا عن هو ليه كولر بيلعب بالتشكيل ده، هو ليه كولر ما بيثبتش تشكيل، هو ليه كولر ابتدى باللعيبه دي فالشوط الاول ما كانش حلو، لما ابتدى يعمل التبديلات في الشوط الثاني ابتدت الحياه ترجع شويه، ابتدى النادي الاهلي يسيطر شويه يظهر شويه وغيره. انا بشوف ان الكلام ده مش سليم تماما. اولا لما انت تيجي تنظر على مدير فني انا ما بشوفهاش في العالم كله بالشكل اللي عندنا، او ممكن يبقى موجود بس مش بالشكل اللي عندنا. هو مدير فني على فكره بيجي يقبض عشان يعمل ده، فلما اجي بقى انا كمحلل كلاعب سابق كجماهير كاعلامي اقعد انظر واقول هو ليه عمل كده، ما اكيد هو ليه رؤيه في كده. الراجل عايز يجرب اللعيبه كلها، الراجل عايز يدي فرصه للعيبه كلها علشان بعد كده لو حصل اي حاجه زي ما احنا قلنا يبقى عندك سكواد واتنين نفس القوه، لكن انا اعتمد على سكواد واحد واقول اصل انا هو ده السكواد اللي بكسب بيه ده مش صح. فالراجل عنده نظريه معينه، اوكي ما نجحتش مثلا في الشوط الاول بشكل كبير، تاني هرجع اقول ان جونا بيلعب بشكل يعني دفاعي بحت ما ادكش اصلا مساحه ان انت تلعب، ولكن في نفس الوقت برضو كان مهم ان يحصل هذا التدوير، ده مهم جدا. طب جيت انت في الشوط التاني مع التبديلات بقيت افضل شويتين ثلاثه، كويس، بس برضو ما كنتش بالمشهد الرائع، امبارح كل الناس بتتكلم عن ان جونا كان اكثر من رائع.
ما حدش اتكلم عن ان الاهلي ظهر بالمشهد اللي احنا نعرفه. على كل حال انا مش هطلع اجمل، وحضراتكم عارفين انا ما بحبش ان انا يعني اقول كلام مش مقتنع بيه. عمري في حياتي من ساعه ما اشتغلت في الاعلام ما طلعت قلت كلام انا مش مقتنع بيه. فامبارح الاهلي ما كانش الافضل طبعا، امبارح الجونه كان هو الافضل، ولكن برضو ده مش معناه ان انا اجي اقول لا كولر مش نافع، لا اللعيبه دي مش نافعه، لا السكواد ده مش نافع. الكلام ده برضو شفناه امبارح. لا يعني حتى يبقى فيه شويه منطقيه وانا بنتقد، هي دي النقطه اللي لازم نركز عليها شويه، منطقيه في النقد. احنا امبارح على فكره بالمناسبه وصلنا ان احنا برضو وصلنا للجول، لكن في كتير جدا كرات كانت في العارضه، يعني تسديده قويه جدا لكريم فؤاد انا مش عايز انسى هي جت في العارضه. طب بس اللعب كله كان حلو، برضو امام عاشور كان ليه عده محاولات حضراتكم اكيد شفتوا. فعلى كل حال الحلو في اللقاء، خليني ارجع اقول هنا بقى ودي النقطة المهمة، تسجيل مودست، لأن احنا قلنا الكلام ده قبل كده، فكرة تسديد مودست ليه هدف الأهلي وده تاني هدف ليه كمان مع الفريق في المجمل، واستمرارية كمان هنا مودست في الملعب أعتقد هتخليه يرجع تاني أو يبقى فيه حس تهديفي عنده كبير، ومهم جدا إن هو كان يشارك مرة واتنين وتلاتة. وهرجع أقول تاني والكلام ده موجود على يوتيوب طبعا في حلقات سابقة، الناس اللي كانت بتشكك في الصفقة الخاصة بمودست تحديدا، حال كل يعني الصفقات اللي انا برضو ببقى مش فاهمه ليه كل صفقه للنادي الاهلي، او مش هقول كل صفقه، معظم الصفقات للنادي الاهلي لازم يطلع حد يشكك فيها. على كل حال مودست، وقلنا الكلام ده مودست طالما النادي الاهلي اختاره وكان في اكيد يعني ناس بتذاكر هذا الرجل وبتشوف قد ايه امكانياته تسمح ان هو ينضم للنادي الاهلي. قلنا على فكره الراجل ده كويس جدا، اللاعب ده كويس جدا، بس مش معقول اول ما هيجي وده جاي من دوري تاني خالص، دوري مختلف تماما، قاره تانيه خالص. فالقصه كلها ان لازم بيحتاج وقت علشان يتاقلم مع اللعب بتاعنا، لان احنا اللعب بتاعنا برده مختلف، الكره المصريه والكره العربيه والكره الافريقيه تماما مختلفه، فما فيهاش كان ازمه قوي وقتها. على كل حال مودست دلوقتي قدر ان هو يرد على الارض، وانا دايما بحب الرد على الارض، يعني الناس تطلع تشكك طب ما تمام ما تردش بس رد على الارض، وده حال النادي الاهلي. مودست اثبت وهو اللي قدر ان هو يقنع الناس او المشككين ان هو لاعب مهاري، لاعب جيد جدا، لاعب يستحق ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي، لكن القصه كلها ربما هو كان محتاج وقت. وقلنا ليه كان وقتها كولر مش بيشاركه بشكل كبير في المباريات الافريقيه، لان المباريات الافريقيه ما بيبقاش فيها فرصه كبيره جدا انك تشارك لعيبه عشان تتاقلم على اللعب، بتبقى صعبه. امتى بياخدوا الفرصه دي؟ بياخدوها في المباريات الخاصه بالدوري، لكن المباريات الخاصه في افريقيا اكيد بيبقى ريسك كبير وبيبقى صعب جدا. فاهو زي ما قلنا قد كان يعني. بالتوفيق لمودست، بالتوفيق للعيبه النادي الاهلي في كل اللي جاي، لكن هرجع اقول تاني انا عاجبني روتيشن جدا اللي عمله كولر بين اللعيبه، لان انت تاني في فتره ضغط مباريات، وخاصه انت بتتكلم ان الاهلي هنا مشارك في اكتر من بطوله، انت عندك دلوقتي لو انا عديتهم عندك كمان في فتره التوقف الدولي اللي احنا داخلين عليها، وعندنا لعيبه كمان دوليه كتيره جدا هيلعبوا مع منتخباتهم سواء في مصر او منتخبات طبعا الشقيقه الاخرى، وهيرجعوا بعد كده يكملوا الدوري، بعد كده هتدخل في مرحله دوري المجموعات، بعد كده دوري ابطال افريقيا بماتش طبعا مع ميدياما الغاني، بعد كده عندك يانج افريكانز التنزاني، وبعد كده عندك شباب لوزداد لو انا مش ناسيه الجزائري، بعد كده عندك يعني كل ده كمان ورا بعضه في اقل من شهر، كل اللي انا بقوله لحضراتكم ده في اقل من شهر، ده غير طبعا منافسات كاس العالم للانديه اللي هتكون قبل نهايه 2023. يعني انت فكره الروتيشن اللي بتتم حاليا من كولر دي وقتها، دي وقتها، والنهارده انت بتتكلم كمان في الموضوع ده علشان ما يكونش بعد كده متفاجئ مثلا بيبقى فيه غياب لاعب او اتنين زي ما حصل لو حضراتكم فاكرين مع موسيماني. وقت موسيماني احنا كنا بنقول اه احنا عندنا سكواد يعني ولا اروع، والسكواد ده كل ما بينزل وطرق اللعب المعتاده كانت بتاعه موسيماني كنا بنضمن الفوز بشكل كبير جدا، لكن القصه لا تقاس بهذا الشكل، ان وقت لما حصل غيابات واصابات احنا ما كانش عندنا بديل لاي لاعب اساسي موجود، ودي كانت مشكله كبيره. حاليا هنرجع نقول تاني رضينا او ما رضيناش، شفنا بقى ان التبديلات دي غلط او مش غلط، الراجل ده جاي مارسيل كولر علشان يؤدي مهمه معينه، وهو المسؤول عن السكواد وهو المسؤول عن التشكيل، فمفيش حاجه اسمها ان احنا نقعد ننظر بالشكل اللي انا شفته امبارح، بجد كانت حاجه غريبه يعني. وطبعا واشخاص وزملاء قيمه كبيره وقامه كبيره جدا، الواحد كان برده شويه من حبه للنادي الاهلي متضايق، بس برده الكلام ما كانش منطقي، ما انا ممكن اتضايق عشان بحب النادي الاهلي، بس برده الكلام مش منطقي، انت طالع تقول ايه التغييرات واثبت على تشكيل واثبت على لعيبه واللاعب ده هو ده المركز بتاعه الاساسي، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. يعني
على كل حال انت عندك تاني هرجع اقول موسم مضغوط بشكل غير طبيعي، كل اسبوع عندك تحدي جديد، مطلوب من الفريق اصلا ان انت النتائج بتاعتك تبقى ايجابيه، حصد البطولات كلها اللي انا رصدتها لحضراتكم وغيرها، فلازم لازم ندي او لازم عندنا ثقه اكبر من كده. وانا هنا مش بخاطب جماهير النادي الاهلي بالمناسبه لان هم عارفين الكلام ده، لازم عندنا ثقه اكبر في مارسيل كولر، لان اعتقد ان هو ما خذلناش الفتره اللي فاتت ولا الموسم، بالعكس اللي فات كان موسم اكثر من رائع على النادي الاهلي. فترة التوقف الدولي هتكون مفيدة جدا طبعا لفرق كمان كتيرة في الدوري، عشان لما ترجع بعد كده المسابقة الجميع يكون عنده أو يبقى مستعد بشكل كبير للمنافسات اللي دايما برضو هنرجع نقول عليها وهنقول مرارا وهنقول تكرارا إن هي بتقارب المستويات بين الفرق، وده مهم جدا لمصلحة الجميع ولمصلحة الكرة المصرية. مصلحة الكرة المصرية بالمناسبة، أنا من الناس اللي امبارح رغم إن الأهلي لم يكن الأفضل بس أنا حبيت الأداء بتاع النادي الأهلي، حبيت الأداء بتاع نادي الجونة. ليه؟ لأن أنا دلوقتي لما أجي أبص أنا بقى عندي فرق بتيجي وبتنافس، فرق يمكن ما كانتش على الخريطة أصلا في الدوري الممتاز وابتدت إن هي دلوقتي تيجي وتنافس فرق كبيرة، على فكرة منهم زاد بالمناسبة، زاد دلوقتي بعد صعوده للدوري الممتاز أصبح لا لا فريق تقيل، فريق يعني يلفت نظرك، عارف أنت لما تسمع عن حد مثلا صعد، فرقة صعدت ما بتبقاش مدي أهمية كبيرة، لكن الفرقة اللي صعدت دي بتلعب وبتتألق وبتفوز على فرق كبيرة فبتبتدي تلفت نظرك، لا هو إيه اللي بيحصل بقى؟ فهو ده اللي حاصل، ده كله أعتقد لمصلحة الدوري المصري الممتاز ولمصلحة بالمناسبة النادي الأهلي، لأن أنا كل ما أكون في القمة وبعد كده أجي أنافس نفسي ما أحسش بمتعة، لكن المنافسة مع منافسين أقوياء وبعد كده أنا اللي أفوز أعتقد دي فيها متعة تانية تماما. فأتمنى يكون في منافسين أكتر، أتمنى يكون في كمان يعني تضارب في ترتيب الدوري. أنا عايز طبعا النادي الأهلي أكيد إحنا نتمنى يفضل الأول كالعادة بتاعته، لكن التاني والتالت والرابع أنا عايز أشوف فيه فرق أول مرة أسمعها إن هي في مركز تاني وتالت ورابع، ده هيدي متعة حقيقية وتنافسية حقيقية للكرة المصرية. عايزين نشوف كمان قول ستة أو سبع فرق بتنافس على الصدارة، ليه لأ؟ يعني أعتقدش أن أنت تاني هترجع تقول أنا هستمتع قوي بصعود النادي الأهلي وفوز النادي الأهلي ومفيش فعلا منافسة حقيقية على الأرض، دي مش هيبقى فيها أي متعة، وأنا من الناس اللي ما بشوفش متعة في ده. على كل حال خلينا بقى نتكلم شوية، احنا معانا التليفون جاهز يا جماعة ولا لأ؟ طيب خلينا عشان برضو ناخد مزيد من التفاصيل خلينا نروح للأستاذ محمد الديك الناقد الرياضي عشان نتكلم في كل النقاط اللي أنا كنت بتكلم مع حضراتكم فيها دلوقتي أو ذكرتها. يا أستاذ محمد صباح الخير وصباح الهنا على حضرتك طبعا في البداية. صباح الفل عليك يا والد وصباح الفل على أحلى مشاهدي قناة النادي الأهلي. خليني بس أحييك على الانترو الرائع اللي أنت قدمت بيه ده، وده عهدنا في قناة النادي الأهلي ومذيعين قناة النادي الأهلي اللي هم بيتكلموا بالحقائق واللي هم كمان بيتكلموا بالوقائع والمستندات، وبرضه مش حابين ندفن زي ما بيقولوا كده ندفن دماغنا في الرمله ونتكلم او ندي الجمهور حاجات او وعود مش حقيقيه على ارض الواقع. انا سمعت حضرتك في الانترو اتكلمت على ماتش الجونه واتكلمت على فتره التوقف واتكلمت على قوه الدوري ونفسنا نشوف اكثر من فرقه، ودي كلها حاجات زي ما حضرتك اتكلمتي بتطبق مصلحه الكره المصريه. صحيح صحيح. وبتصب كمان في قوه المنافسه وقوه الدوري الممتاز المصري اللي الفتره الاخيره في يعني سحبت البساط شويه من قوه الدوري بتاعنا، شفنا فرق بتصعد وتاخد موسم بتاعها وترجع تاني لقسم الدرجه الثانيه. السنه دي ان شاء الله نتمنى نشوف منافسه قويه، وزي ما حضرتك اتكلمتي شايفين المنافس قوي زي الزفت، ففي بلديه المحله كمان حضرتك ما اتكلمتيش على بلديه المحله، بلديه المحله مع الكابتن احمد عبد الرؤوف عاملين لغايه دلوقتي مستوى اكثر من رائع. منافس شرس جدا جدا جدا، طبعا المحله بقوه جماهيرها واللعيبه بتاعتها طول تاريخها بتعمل مستويات كويسه ونتائج كويسه، فان شاء الله نتمنى نستمر ان شاء الله على هذا المستوى. حضرتك كلمتي ان عندنا فتره توقف دولي الاسبوعين اللي جايين دول ان شاء الله. بالظبط. انا هبدا معاك بس كده برضو سريعا واخش التفاصيل اكتر برضو استاذ محمد. فكره هبدا بمباراه امس، يعني هتكلم عن الاهلي والجونه، بتشوف برضو ازاي فكره هنا مش بس التالق لبعض الفرق اللي احنا مش واخدين على التالق بتاعها او مش واخدين على المستوى الفني الرائع اللي كانت بصراحه مقدماه الجونه امبارح، بتشوف ازاي ده برضو ممكن ان هو يحدث؟ يعني احنا شفنا التصريحات المختلفه وشفنا الكلام المختلف وشفنا التحليلات يعني
يعني المختلفة في الاستوديوهات التحليلية، لكن أنا عايز أسأل بشكل شخصي حضرتك برضو، حضرتك ملم بالملف ده، تألق بعض الفرق حاليا والتقدم اللي احنا شايفينه والتنافسية في الدوري الممتاز هذا الموسم عن الموسم كمان اللي فات واحنا لسه بنبدأ، ده راجع بتشوفه لإيه؟ هل بيرجع لصفقات مثلا؟ هل بيرجع لتدخل رأس المال إلى حد ما برضو لبعض الفرق المختلفة، ولا بيرجع لإيه برضو أستاذ محمد؟ بص يا روان، هي خلينا نقول انها منظومه متكامله. بدايه من الاستثمار الاداري، عندك مجلس اداره مستقر مثلا في الانديه اللي هي الانديه للشركات وانديه المؤسسات. الحاجه الثانيه فكره الاحتفاظ بالاجهزه الفنيه، وكمان استعانت الاجهزه الفنيه بحاجه اسمها المحلل الاداء والمعد البدني. صحيح. دي فرقت مع العدد من كبير من الانديه السنه دي. يعني احنا برضه السنه دي لو انت حضرتك يعني لاحظت في المستوى بتاع الفرق الدوري، ما فيش كتير قوي قوه يعني فكره التراجع البدني، ما فيش مثلا جاب بين الاهلي والزمالك مثلا والفرق اللي تحتها الا بالخبرات، يعني برضه خلينا برضه المستوى البدني قد يكون متقارب شويه مع بعض اللعيبه، لكن فكره ان في لعيب خبره في الاهلي والزمالك دي هي اللي بتفرق في ارضيه الملعب. صحيح. احنا امبارح شفنا فرقه الجونه 90 دقيقه بتلعب واقفه على رجليها، وزي ما حضرتك اتكلمت كمان فكره ان في بعض اللعيبه اول مره تلاقي تظهر في الدوري الممتاز. بالظبط. الدوري الممتاز. ده زي ما اتحضرت. كمان في حاجه ثانيه، فكره ان اللعيبه قدام الاهلي والزمالك او الفرق الجماهيريه بتحب تطلع اقوى ما عندها. هي بتبقى فرصه كمان لبعض الفرق لما بتلعب قدام النادي الاهلي، تلاقي اللعيبه كلها نفسها تظهر برضو بالافضل صوره عندهم. بالظبط. يعني بالظبط، دي حقيقه. الحاجه الثانيه برضو حضرتك زي ما اتكلمتي، فكره ان الاجهزه الفنيه كمان بتستغل فكره ان هي عملت فتره عقد كويسه. يعني بعض الانديه اللي هو زي البعيد عن الفرق اللي كانت مشاركه في البطولات الافريقيه اللي بدات بدري شويه وكان عندها مواسم متلاحمه، فبعض الانديه الصاعده السنه دي زي زد وزي الجونه عملوا فتره اعداد كويسه، دي اللي ساعدتهم ان هم يظهروا بالشكل المميز. صحيح. السنه دي. صحيح. الحاجه الثانيه برضو فكره الراس مال، دي طبعا حد في كره القدم راس المال هو يعني يعتبر احد العوامل الاساسيه في صناعه الفرق. احنا بنشوف مثلا مانشستر سيتي بره في اوروبا، بنشوف ريال مدريد، حتى برشلونه برغم ان برشلونه فرقه كبيره وتاريخ كبير، بس بدات تعاني فكره عدم وجود ديوله ماديه. يعني هي راس المال في كره القدم لو حضرتك تتفق معايا في بعض النماذج بتنجح بشكل كبير جدا وفي بعض النماذج لا تنجح، ولكن ليس هو العنصر الاساسي طبعاً لنجاح منظومه كره القدم. وبالدليل برضو خليني اخد رايك في ده استاذ محمد، المغرب عامله طفره رائعه في الكره المغربيه، وده ملوش علاقه براس المال على فكره، ان هم هناك ما عندهمش القدره العاليه للصرف او تدخل راس المال في كره القدم على غرار مثلا دول اخرى او فرق اخرى، زي مثلا ودايما بحب اضرب مثل بده بي اس جي، باريس سان جيرمان عنده القدره الماليه الضخمه جدا لكن ما كانش عنده النجاحات اللي بتساوي هذه القدره الماليه، فهي بتنجح في بعض الـ يعني التجارب، والتجارب الاخرى غلط، ولحد دلوقتي مش عارفين ايه السبب اصلا ورا ده، يعني مش مفهومه لحد دلوقتي برضه. ما انا قلت لحضرتك يا استاذ نواف، القصه كلها ان هي منظومه متكامله. جهاز فني على مستوى عالي، عندك مجلس اداره بيعرف يوزع الفلوس بتاعته، مش فكره ان انا بجيب صفقات وخلاص. وحتى حضرتك الكلام ده كله مش في المغرب بس، يعني مش القصه كمان في فكره الفلوس، عندنا هنا في الدوري المصري بعض الانديه بتدفع مبالغ رهيبه جدا للعيبه وتكون دون المستوى وما يكونش مثلا في استقرار فني. شفنا انديه كتير على مدار التاريخ، يعني انديه شركات وانديه مؤسسات ظهرت بشكل مثلا موسم او اثنين واختفت عن الوجود خالص. يعني اختفت. صحيح. عن الوجود خالص. انا زي ما حضرتك قلت لك هي منظومه متكامله. جزء طيب. يلعب منها جزء راس المال، لكن برضه يعني مثلا في انديه مثلا جماهيريه على مدار التاريخ عملت مستوى كويس، الاسماعيلي مثلا فتره من الفترات عنده عانى من مشاكل ماديه بس كان بيقدم وكان بيظهر بمستوى كويس. للغزل المحله برضه كان شركه من الشركات وحصل على بطوله الدوري الممتاز وكان برضه استمر فتره طويله كان بيقدم مستويات كويسه. القصه كلها قصه ان انا ازاي استثمر الفلوس بتاعتي ومش هي تبقى رقم واحد عندي في تكوين الفرق او انشاء الفريق. الاداره السليمه، الاداره السليمه فعلا هي الاساس. انا عايزه اروح مع حضرتك برضو لنقطه اخيره مهمه جدا، يعني كواليس استعدادات هنا منتخب مصر لمباراتي، هنا بنتكلم جيبوتي وسيراليون، لو حضرتك برضو تقول لنا. اتفضل استاذ محمد. بص، هو ان شاء الله بكره المنتخب ان شاء الله هيبدا المعسكر بتاعه. عندنا ان شاء الله مباراه قويه جدا قدام جيبوتي ثم سيراليون.
والبدايه زي ما مستر فيتوريا اتكلم في المؤتمر الصحفي ان هو بالنسبه له اهم 6 نقاط اللي هم الاولين دول بيدي انطباع كويس عن بدايه قويه، بيواجه رساله ان منتخب مصر قوي ومنتخب مصر قادر ان شاء الله على كسر، يعني مش عاوزين نقول نحفه يعني احنا مش محظوظين قوي في تصفيات كاس العالم يعني. حلوه كسر نحس. يعني احنا اخر سنه للتصفيات الاخيره دي هي يعني كان عندنا سوء حظ غريب جدا قدام منتخب السنغال. صحيح. فيعني برضه خلينا برضه نتكلم ان دي الفرصه الاخيره لعدد كبير من لعيبه منتخب مصر في التاهل او المشاركه لنهائي كاس العالم. كمان يعني حظنا كويس ان شاء الله السنه دي ان كاس العالم فيها توسع شويه وفي عدد كبير من المنتخبات هيشارك على عكس من السنين اللي فاتت. صحيح. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. اقول لحضرتك ان في عدد كبير من اللعيبه المحترفين موجودين حاليا في القاهره زي طارق حامد ومحمد شريف، خلصوا ماتشاته في الدوري السعودي، متواجدين حاليا في القاهره وان شاء الله هنضم بكره منتخب مصر مع اليوم الاول. محمد صلاح نجمنا الكبير معاه ماتش النهارده في الدوري الانجليزي مع ليفربول، ونتمنى ان شاء الله ان هو يحقق رقم قياسي ان شاء الله كالعاده، يعني هينضم ان شاء الله بكره المعسكر منتخب مصر. محمد النني كان هيشارك امبارح مع ارسنال لكن يعني كان في الدقيقه الاخيره فالمدرب قرر ان هو خلاص ما فيش وقت مش هينزله. برضه محمد النني هيسافر هيجي النهارده ان شاء الله ينضم بكره لمنتخب مصر. مرموش عمر مرموش لاعب انتراخت فرانكفورت هيلعب النهارده في الدوري الالماني، عنده ماتش النهارده في الدوري الالماني ان شاء الله وهيخلص ويجي ان شاء الله بكره منتخب مصر. في حاله تفاؤل داخل الجهاز الفني بالنسبه لتالق اللعيبه المحترفين ودي هي العناصر الاساسيه بالنسبه لريو فيتوريا، واعتقد يعني وفقا لمعلوماتي من داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر ان هو المدرب يعني قد يدفع بالتشكيله الاساسيه نفس التشكيله اللي لعب بها قدام منتخب الجزائر المباراه الاخيره الوديه في الامارات. لعب مباراه كويسه جدا قدام الجزائر. صحيح. وكان حتى رغم النقص العددي اللي يعني منتخب الجزائر تعادل في الدقائق الاخيره وارهقنا منتخب الجزائر، ودي كانت من التجارب الوديه القويه اللي يعني كان في فتره كده الجمهور ما كانش عاجبه برضه فكره التنظير اللي حضرتك اتكلمتي عليها، ما كانش عاجبه اداء منتخب مصر رغم ان روي فيتوريا لحد دلوقتي لعب 12 مباراه مع منتخب مصر كسب 9 الماجوريتي بتاعه الاغلبيه احنا فايزين وبالظبط ماتشات تعادل ماتش 1-0 ماتش 1. فاعتقد يعني الفكره كمان القوه الهجوميه بتاعت منتخب مصر الفتره الاخيره تطورت بقوه بالظبط تسجيل 24 هدف استقبلنا 6 اهداف. الفكره اللي حضرتك كلمنا عليها لعيبه النادي الاهلي النهارده هياخدوا راحه وهينضموا للمعسكر ان شاء الله بكره. في الجهاز الفني عنده قناعه تامه ان مباراتنا مع جيبوتي هي اللي هتكون يعني ضربه البدايه القويه وهتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا في مسيرتنا خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. رائع. حاجه ثانيه فكره الناس كلها بتتكلم على ان فكره مجموعه مصر سهله، انا بالنسبه لي يعني ما 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 بالنسبه اللي شفته في التاريخ الفتره اللي فاتت دي كلها بالنسبه لنا في التصفيات بنقع في مجموعه سهله بس بسهوله المجموعه بنحولها. انا 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 هقول لك على حاجه، انا اتفق معاك جدا استاذ محمد، انا لما بتبقى المجموعه مفروض يطلق عليها سهل معني مش شايفه ده قوي برضو، لكن انا بقلق اكتر يعني الماتش بالزبط. بيخوف اكتر دي حقيقه. بالظبط دي حقيقه، وخاصه رغم حتى المواجهات التاريخيه مع بعض المنتخبات الموجوده معانا، يعني حضرتك تخيل ان احنا مثلا قدام سيراليون لاعبين ماتشين تعادلنا ماتش وخسرنا ماتش سيراليون يعني اللي هو الماتش الثاني. حاجة تانية برضو من الحاجات اللي مش لطيفة بالنسبة لنا في تصفيات كأس العالم إن احنا مواجهتنا مع المنتخبات في ملاعب محايدة مش دايما في صالحنا، بس إن شاء الله إن شاء الله زي ما قلت لحضرتك يكسر نحته إن هو ربنا يكرمنا إن شاء الله بدعوات الملايين مع الضربة القوية في مباراة جيبوتي هتبقى بالنسبة لنا خطوة أو رسالة أو جرس تهديد أو يعني إن منتخب مصر قادم بقوة، وخاصة كمان إن احنا من الفترة الأخيرة يعني نتائجنا في كأس أفريقيا تلو بعضهم الوصيف، فبرضه معانا رصيد كبير معانا بعض بالزبط. يعني بالزبط. المحترفين الاقوياء ابرز محمد صلاح، فيعني جه الوقت ان منتخب مصر يشارك بقوه في كاس العالم مع دعوات الملايين ان شاء الله، واللي اتمنى من اتحاد الكوره ان هو يبدا يتحرك من دلوقتي بطرح التذاكر ويعمل حتى يعني بطالب باكبر عدد يكون متواجد، واتمنى ان المنظر قدام ماتش مصر وتونس الودي ما يتكررش في ماتش جيبوتي. اللي ده كان ماتش ودي، ماتش مهمة منتخب مصر داخل التصفيات، يعني
مش سهلة زي ما حضرتك اتكلمت، مش صحيح سهلة. صحيح، ده ملف هنروح له بالتفصيل طبعا وقتها، ونتمنى حضرتك تنورنا في الاستوديو استاذ محمد، لان يعني في سرد كمان كتير جدا، وحضرتك واضح عندك معلومات كمان كتيره جدا. تنورنا باذن الله الاسبوع القادم، يسعدني جدا نكون حضرتك ضيفنا يعني. شكرا ليك استاذ محمد ديك الناقد الرياضي على هذه المداخله. طيب مش هقف عند برضو التعليق هنا كتير، عشان عندنا فقرة كاملة هنتكلم فيها عن كل النقاط دي، بس أنا عايزة أروح بقى الخبر مفرح جدا، والخبر ده بيبقى مفرح لينا وبيبقى تعيس على ناس تانية. الخبر المفرح لينا هو أن نجح النادي الأهلي في التواجد بالمركز الثالث في تصنيف أندية العالم، خلف مين بقى؟ مانشستر سيتي، ريال مدريد. خد مانشستر سيتي وريال مدريد، وده في انجاز احنا اللي عاملينه، لا هو انجاز تاريخي للنادي الاهلي وفقا للي نشره، وهو موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء عن عام كامل، بتتكلم من نوفمبر 2022 لنوفمبر 2023. تاني مين اللي عامل الاحصائيه دي؟ مش احنا. عشان ما حدش يجي يقول لك ايه انتوا بتقولوا كلام مش حقيقي، لا الكلام حقيقي زي ما حضراتكم عارفين. واوضح تحديدا الاتحاد الدولي هنا ان النادي الاهلي تقدم من المركز الخامس للمركز الثالث على العالم في تصنيف الأندية الإجمالي بعد العملاقين. هرجع وأفكر حضراتكم تاني، مانشستر سيتي صاحب المركز الأول وريال مدريد صاحب المركز الثاني، وتفوق النادي الأهلي على باقي أندية العالم في هذا التصنيف، وهذه أو هذه النتيجة اللي حضراتكم شفتوها. وأكيد هنرجع نقول تواجد النادي الأهلي أكيد في المركز الثالث على العالم ده إنجاز تاريخي كبير جدا، مش وليد اللحظة، لكن طبعا سنوات طويلة، سنوات طويلة جدا من التحديات والشغل والأبس أند داونز زي ما بتقال، والإخفاقات والنجاحات و و إلى آخره، وأسماء كبيرة جدا هي اللي ساعدت طبعا، وقبل كل حاجة جماهير النادي الأهلي الداعمة منذ إنشاء النادي ده حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. ولم يسبق هنا لأي نادي عربي أو أي نادي إفريقي أو أي نادي آسيوي الوصول للمركز الثالث في التصنيف الإجمالي السنوي للأندية، فحاجة تدعو للفخر بشكل كبير جدا. هنرجع نقول تاني لما تبقى أهلاوي، لا دي حاجة مختلفة تماما، عشان في ناس تاني هرجع أقول بتزعل، لكن احنا بنفرح واحنا فخورين جدا بالانجازات اللي واصل ليها النادي الاهلي حتى هذه اللحظه، وباذن الله مزيد من الانجازات، وحتى ان كان في بعض الاخفاقات وبعض المشاكل وبعض الامور اللي لسه عايزين نلاقي لها حل في الفريق، لكن في العموم انت برضو بتتكلم عن النادي الاهلي، وبتتكلم لو هتكلم عن الجيل الحالي، لا الجيل الحالي ده قدم كتير جدا، الجيل الحالي ده جاب لك العديد من البطولات اللي موجوده حاليا في يعني المقر الرئيسي في الجزيره اللي كلنا بنفتخر فيها، وكل الناس اللي بتحب النادي الاهلي وبتسمع عن النادي الاهلي بتيجي مصر وبتزور النادي الاهلي وتتصور مع البطولات اللي الجيل الحالي وغيرها من طبعا وغيرهم من الاجيال اللي حصلوا عليها. لكن لازم ندي كريدت برضو للجيل الموجود حاليا، علشان انا حاسه كده ان في يعني بعض الناس اللي بتحاول تقلل من قدر الجيل الحالي، لا معلش وده ليس دفاعا، بس الناس الموجوده دي دلوقتي بجد ناس تستحق الاحترام، قدمت كتير جدا ولسه هتقدم كتير الفتره كمان اللي جايه. طيب هقف لغايه هنا او هقف عند الخبر ده، وهكتفي بالكلام عن النادي الاهلي وعن يعني كرة القدم، لكن هروح لخبر حلو آخر وملف آخر، وهو تحديدا عن منتخب مصر للقوس والسهم. ده يعني الحمد لله قدر ان هو يضمن مقعدين للرجال والسيدات في أولمبياد باريس 2024، وده الملف الأبرز حاليا طبعا واللي يهمنا كلنا كمصريين. احنا الأولمبياد القادمة هنشارك فيها بأعداد قد ايه؟ ايه الرياضات اللي هي هتشارك فيها؟ طب يا جماعة احنا ضامنين كم ميدالية؟ كل ده احنا متابعينه مع حضراتكم من دلوقتي لغاية ان شاء الله بدء يعني أولمبياد باريس، وخطوة بخطوة كل ما بيتأهل بطل أو بطلة في رياضة مختلفة بنطلع حضراتكم عليها. احنا بنتكلم هنا خلاص هم تأهلوا من خلال المشاركة في كانت البطولة الإفريقية ال13 اللي كانت مقامة بتونس، وكنا بنتكلم وقتها تقريبا من 10 أيام مع ريهام سويلم عضو مجلس القوس والسهم كانت معانا على التليفون عن تحديات هذه البطولة، وقلنا احنا بنأمل إن شاء الله في تأهل لاعبينا، والحمد لله يعني تم أو هم كانوا قدها، وده بتأهل هنا بنتكلم تحديدا يوسف طلبة وشريف أشرف وبهاء علي للدور قبل النهائي في منافسات فردي الرجال للبطولة الإفريقية، وتأهلت رنا كامل وجانا علي للدور نصف النهائي أيضا لمنافسات هنا فردي السيدات. وفي نفس الوقت خلينا نقول برضو أنه هيخوض منتخب مصر النهاردة منافسات نهائي بقى فرق الرجال ونهائي فرق السيدات في البطولة الإفريقية، بالإضافة كمان لنصف نهائي المختلط رجال وسيدات. كل التوفيق ليهم يا رب، لكن لازم نقف
نقف هنا برضو شويه اللي احنا سعداء بيهم جدا. خلينا ناخد على التليفون لمزيد من التفاصيل الاستاذه ريهام سويلم عضو مجلس القوس والسهم، ونتعرف معاها عن كمان الخطوات اللي جايه. استاذه ريهام صباح الهنا طبعا في البدايه، وخليني ابدا اقول مبروك، ومحتاجه برضو اسمع من حضرتك والناس تسمع دلوقتي التحديات اللي واجهتكم تحديدا في البطوله. اتفضلي يا فندم. صباح الفل، ازيك اخبارك ايه؟ اهلا بيك جدا طبعا، ومبروك علينا كلنا، يا مبروك على مصر، لان اي طبعا تاهل لاي لاعب بيبقى طبعا بيمثل مصر في البطولات، والبطولات دي بتبقى صعبه جدا، البطولات المؤهله. ففعلا كنا بنتكلم وكنا قلنا ان احنا جبنا الارقام المؤهله، بس لسه ما تاهلناش رسمي لان البطوله لسه ما كانتش جت وقتها. الحمد لله البطوله الافريقيه دي بطوله صعبه جدا، بيشترك فيها 20 دوله، اكثر من 100 لاعب، فمنافسه شديده جدا. لما بنقول بطوله افريقيه طبعا مستوى افريقيا عالي جدا، في دول كتير قوي قوي زي تشاد، زي كوت ديفوار، زي جنوب افريقيا، زي كينيا، انا بتكلم على رجال وسيدات، في برضه زي ناميبيا، يعني تونس، الجزائر، دول كتير جدا جدا بتنافس على بمستويات عالية. الحمد لله مصر قدرت انها توصل للفاينلز ونهائيات هذه البطولة في كل اللي احنا اشتركنا فيه، الحمد لله. رائع جدا. الحمد لله، لان فعلا انا عايز اقول لك بس نقطة، يعني ابطالنا في منتخب رجال وسيدات احنا بنشترك كل البطولات على قد ما بنقدر طبعا، سواء محلية او سواء دولية بره، سواء كاس عالم، كمان بطولات ليها مراحل كاس العالم بنحاول نشترك فيها كلاعبين، بنحاول ان احنا نحتك. لكن الاتحاد الدولي عنده فكره ان هو بيعتبر لنا لعيبه معينه بيبقوا بوتنشال يعني، وبيبقى القصه ان هم شايفين ان هو ممكن ده يبقى بطل اولمبي، فبيتبناه بسنه او سنتين، بيبقى ده مشروع بروجكت بتاع الاتحاد الدولي، بياخده من دولته وبيحطوا بقى في معسكر وبيسفروا وبيتولاه. فطبعا الناس دي بتحتك بكل الابطال العالميين، سواء اوروبا او سواء الفار ايست اللي هو اعلى ناس في اللعبه. فلما بيجي يلعبوا افريقيا الموضوع معاهم اكيد بيبقى اسهل من كاس عالم او ان هم يحتكوا مع ابطال عالميين اكتر. صحيح الحمد طبعا. الحمد لله احنا بنقابل دول على طول، يعني احنا دايما حظنا جنوب افريقيا وتشاد، وكان حتى في لاعب من السودان، يعني عايز اقول لك ان اكتر ولاعيبه من تونس ولاعبين من الجزائر، كل دول كانوا في حظنا احنا في القرعه. الحمد لله تغلبنا عليهم كلهم، هنقابل النهارده بعض مصر ومصر في الفاينل، فالحمد لله كده ضمننا ذهب وفضه، وهنقابل جنوب افريقيا اللي هو اللاعب رقم واحد اللي هو ضمن اللاعبين اللي تبناهم الاتحاد الدولي مع لاعبنا بهاء عمرو ان شاء الله باذن الله الفردي. فده بالنسبه لنا شيء جيد جدا، لاعبتنا عندها اصرار وعندها عزيمه، مركزه قوي قوي في البطوله دي الحمد لله، ما رضيوش حتى يروحوا اي بيعملوا لهم كده، بتعرف اللجنه المنظمه بتعمل كده ساعات رحلات ساعه او ساعتين، بيبقى بس بيرفعوا عنهم، لا قالوا لا هنقعد في الاوضه مش هننزل هنروح حته. رائع جدا جدا. فالحمد لله كل ده عشان احنا عندنا هدف واحد، نجيب الذهب او نجيب الفضه ايا كان، المهم ان احنا نتاهل ونتاهل نعم. كويس جدا، عشان كمان نتاهل ونستعد اكيد في معسكرات سواء داخليه او خارجيه. خلينا نطمن من حضرتك برضو شكل الاستعدادات بتاعتنا ان شاء الله لغايه لما نشارك بشكل رسمي في اولمبياد باريس، هيكون عامل ازاي؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك. طبعا عندنا اكثر من بطوله، عندنا كوريا، في بطوله في كوريا، وعندنا بطوله في انطاليا، وعندنا بطوله في المغرب، دول الثلاث بطولات الدولية والرسمية اللي الكل هيشترك فيها ويستعد لحد ما سافر الأولمبياد، فإن شاء الله بإذن الله نكون موجودين في الثلاث بطولات. بلس بقى السيزون الجديد ده يبقى 2024 كل البطولات المحلية، بلس إن إحنا بنفكر دايما إن إحنا نحاول نعمل معسكرات أحيانا قبل البطولات دي عشان ناخد على الجو ونحتك برضو بالأبطال قبل ما نبتدي بطولة رسمي. فعلى قد ما نقدر ان احنا هنحاول باذن الله نكون في ثلاث بطولات ونعمل معسكرات باذن الله احتكاك خارجيه علشان يستعدوا جيدا. المعسكرات الخارجيه يعني خليني برضو اعرف من حضرتك، هل بيبقى ليها تكلفه زياده
موجوده بمعنى اصح ومنتهى الصراحه ولا لا؟ يعني الجاهزيه لكل الامور دي عشان ما يجيش بعد كده يتقال اصل احنا كان عندنا، مش بتكلم على حضرتك انا بتكلم في العموم، ما يبقاش في مشاكل حتى وان كانت ماديه يتقال احنا ما كانش عندنا من الامكانيات اللي تسمح ان احنا نعمل اعداد يعني قوي علشان بعد كده نضمن ميداليه او اتنين. هل في اي مشكله بتواجهكم حضراتكم دلوقتي علشان نقدر حتى الصوت يوصل لوزاره الشباب والرياضه او المعنيين بهذا الملف؟ بصي، هو طبعا فيها تكلفه، فيها تكلفه كتير جدا جدا، ده اكيد. لو عملت معسكر بعيد قبل البطوله بشويه، انت يعني متخيله 5 ايام زياده بعدد البعثه كلها انا متخيله البادجت، بس هل البادجت دي موجوده ولا يعني خلينا نقول من خلال القناه هنا ومن خلال 10 الصبح في الاهلي حضرتك بتوجهي مثلا رساله لحد انه يكون في اهتمام بالملف ده؟ انا ليه بسال ده؟ القصه كلها ان احنا كاعلام او كحتى جماهير مصريه عايزين نطمن ان كل الابطال اللي هتشارك في اولمبياد باريس باذن الله سواء على مستوى الاولمبياد او البارالمبيكس جاهزين واخدوا كل الاستعدادات وعملوا المعسكرات المطلوبه ومفيش اي لاعب رايح عنده اي ازمه بيواجهها وكل حاجه متوفره علشان بعد كده ما يبقاش فيه اي مشكله اللاعب يقدر يقول اصل انا ما حصلش او الاتحاد يطلع يقول اصل انا كان عندي كذا وما اتحلتش. فاتمنى ان ده دلوقتي يتم قبل ما نوصل للمشاركه الرسميه. فعشان كده انا بسال كل شخص معني طبعا مع الرياضات المختلفه، عشان كده بسال حضرتك لو في اي حاجه ناقصاكوا بليز قولي لنا دلوقتي عشان نقدر نوصل الصوت. لا هو بصي، اكيد اكيد البادجت بتاعتنا احنا الفتره اللي فاتت يعني الدعم زاد كويس عن الاول. اوكي، فطبعا ده حاجه كويسه جدا، وبنشكر طبعا سيادة الوزير اللي لسه عايزه اقول لك مكلم البعثه في تونس من نص ساعه وبيهنيهم في التليفون فرد فرد يعني. فطبعا هايل، شكرا جزيلا. ولكن طبعا مهما اديتي دعم للاتحادات الفرديه عمرها ما هتكون زي الاتحادات صحيح الالعاب الفرديه، يعني مش هتكون زي الثانيه. لو احنا بالنسبه لنا كلعبه، في العاب ثانيه تكون الاستعمال بتاع اللعبه نفسه مش محتاج قوي، زي احنا لعبه محتاجين فلوس كتير للاعب الواحد كده، الاسهم بقد كده، التارجت نفسه. فاحنا لعبه محتاجين دعم كتير جدا، احنا مش هنقدر نطلب اكتر من كده، لان انت عارفه مهما كان مش هيبقى ليكي في الاخر لمس، هيبقى اكتر. صحيح، ده على مستوى الحكومي، لكن انا اتمنى من الناس والشركات الوطنيه ورجال الاعمال وسيدات الاعمال الوطنيين ان هم يدعموا ابطالنا قبل الخوض في منافسات يعني باريس 2024، لان ده دورهم الوطني اعتقد بقى يعني اللي لازم نشوفه في الفتره دي. فعشان كده اتمنى يعني دي انا بضم صوتي ليكي كتير جدا، وانا كمان معاكي قلتها على الهوا كتير قوي قوي عندي برامجي في كل حته. يا جماعه احنا محتاجين رجال الاعمال يبصوا للابطال الالعاب الفرديه اللي بيجيبوا ميداليات وبيتالقوا سواء افريقيا سواء عربيا سواء دوليا، طبعا دوليا رقم واحد. وفي الاخر ان احنا بنطلع مصر ليها كوتا ولد وبنت بس، يعني مهما جبت ذهب انا مش هطلع غير بولد واحد وبنت واحده. فهي القصه ان انت، انا مش هديك تيم بحاله تدعمه، لا هو ولد واحد وهي بنت واحده. فعلا لو حضرتك تبنيت كرجل اعمال واحنا لقينا سبونسرز كتيره جدا بره في كوريا وفي اوروبا، مش عايز اقول لك كميه السبونسرز عاملين ايه. صحيح بجد يعني صحيح. انا بقعد اتفرج كده بقول يا جماعه احنا محتاجين نغير الفكر شويه علشان بس يعني ابطالنا دول يبقوا اكتر من كده. هنلاقي عدد الميداليات تضاعف، بس المشكله ان احنا نغير الفكر شويه في صحيح. انا متفق معاكي، كل التوفيق باذن الله. وهقول مره ثانيه مبروك ليكوا جدا، اشكرك جدا استاذه ريهام سويلم عضو مجلس القوس والسهم، شكرا ليك على هذه المداخله. وسريعا جدا نقطه مهمه واتكلمت فيها انا تحديدا يعني اكثر من 100 مره تقريبا لما قعدت اقول لحضراتكم يا جماعه مش مهمه خالص، يعني مع احترامي الشديد لكل المشاهير في كل المجالات المختلفه، بس اعتقد ده الوقت الافضل ان احنا نتبنى الابطال الرياضيين بتوعنا سواء ثاني على المستوى الاولمبي او البارالمبي ان هم يروحوا ويكون عندهم كل الامكانيات المتاحه قبل السفر. لان للاسف برضو في فكر يعني غلط تماما ان انا ببدا ادعم الابطال بتوعي بعد لما بيرجعوا من الاولمبياد واللي هم منهم حصلوا على ميداليات، يعني انا بدعم البطل، طب ليه ما ادعمش اللاعب ده او اصنع بطل وبعد كده ادعمه وانا هستفاد لما هو يحصل لي على اي ميداليه ويرفع اسم مصر وغيره، كل الاستفادات على كل الاصعده. يعني هي دي القصه كلها فعلا، المنتاليتي او الفكر محتاج شويه يتغير، ابطالنا في امس الحاجه لده، لان انت هترجع تقول تاني ودي حقيقه
عشان ده واقع موجود. اقل الامكانيات اللي احنا بنقدمها لابطالنا بيقدروا ان هم يحصلوا باقل الامكانيات على نتائج يعني رائعه جدا. تخيل بقى لو انت عليت الامكانيات دي ممكن نحصل على ايه. فكل التوفيق ليهم. مهمه صعبه طبعا مش سهله، لكن اكيد اكيد اعتقد ما فيش اتحاد وما فيش لاعب رايح يمثلنا ان شاء الله في باريس مش محتاج دعم مادي تحديدا. اتمنى ان شاء الله ده يكون يعني متوفر الفتره اللي جايه، سواء على المستوى الحكومي او على مستوى بقى رجال الاعمال والشركات الوطنيه زي ما كنت بقول لحضراتكم. طيب هنروح دلوقتي نتابع الطقس، والطقس غريب بقى جدا، وعندي حاجه عايزه اقولها لاحظتها. يعني دايما يقول لك الامارات ودبي والسعوديه والدول اللي زي كده يقول لك حر جدا. عايز اقول لحضراتكم دبي يعني عايز اقول لكم الجو فيها احسن من مصر دلوقتي. انا لما جيت مصر الجو حر جدا، وده غريب، ده شهر 11 ودبي جواها بالليل برد. يعني انت في دبي ممكن تنام من غير تكييف بالمناسبه، في مصر هنا لا ما ينفعش تنام من غير تكييف حتى هذه اللحظه. فده غريب جدا، احنا لحد دلوقتي الجو يعني لا، انا اشعر ان احنا شهر 7 او شهر 8. خلينا نروح نتابع ونرجع المزيد من التفاصيل. طيب من الطقس نروح نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه، ومعانا روزان نصر زميلتنا وصديقتي العزيزه من مقر النادي الاهلي بالجزيره. وروزان، من المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي هي مشتيه، فانا عايز اعرف يعني الجو حر جدا يا روزان، مش عارفه انت شتيتي ليه، بس يعني خلينا طبعا برضو تطلعينا على الاجواء عندك والحاله المروريه طبعا لو تقدري، واكيد برضو الاقبال حاليا من قبل الاعضاء في النادي الاهلي، ومين عندك متواجد من برضو الاشخاص المعنيين بقى واصدقائنا من طبعا قناه النادي الاهلي او من مجلس الاداره او غيره. اتفضلي. الزميلة والصديقة العزيزة جدا طبعا نهوان سري، يعني بصبح عليكي وبصبح على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة طبعا يعني هقول لكم وهطلعكم على آخر الأخبار اللي موجودة دلوقتي معايا. ولكن طبعا يعني زي ما قلتي يا نهوان، الجو بالنسبة لي هو شتوي جدا. يعني الحقيقة أنا عارفة إن أنت بتحبي فصل الشتاء، ولكن أنا يعني أكيد أنت كمان عارفة إن أنا بكره فصل الشتاء جدا. فبالنسبة لي الأجواء يعني أكيد في انخفاض في درجات الحرارة، فبالنسبة لي دي أجواء شتوية. ولكن الأعضاء متواجدين بشكل كبير، لأن الأغلب زي ما احنا أكيد عارفين برضو محبين لفصل الشتاء. فكمان في يعني حالة مرورية جيدة، يمكن الأجواء ما كانتش زحمة خالص الصبح وأنا جاية. يعني دي كانت يمكن الحالة المرورية وكمان الإقبال للأعضاء. قبل طبعا مبدأ كلامي خليني كمان يعني أتمنى الشفاء العاجل لمعالي الوزير العمري فاروق. كلنا أكيد يعني نشعر بالحزن من وقت ما سمعنا هذا الخبر، ولكن يعني إن شاء الله تكون فترة صعبة ويعدي منها على ألف خير. بندعي له أكيد كلنا، وإن شاء الله بنتمنى له كل الشفاء العاجل. هنبدأ أكيد بقى بالفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني. منح الفريق راحة أسبوع من التدريبات بعد يعني انتهاء
المواجهات الرسميه قبل توقف الدوري بسبب طبعا فتره الاجنده الدوليه واللي هيخوض يعني خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومين 16 و19 نوفمبر الجاري من الجولتين طبعا الاولى والثانيه من التصفيات المؤهله لكاس العالم. وبعد تعادل النادي الاهلي مع الجونه يعني بهدف وحيد لكل فريق بيرتفع رصيد النادي الاهلي للنقطه 13 والجونه للنقطه 9 في جدول الترتيب. فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2008 حقق فوز كبير على الإسماعيلي بأربع أهداف مقابل هدف في مباراة الأمس واللي كانت على ملعب يعني الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة 9 من بطولة الجمهورية. وبهذا الفوز كمان رفع أهلي 2008 رصيده ل 26 نقطة من الفوز في 8 مباريات. الفريق الأول لكرة اليد رجال يواجه الخليج السعودي اليوم الساعة 2:15 عصرا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في مدينة الدمام بالسعودية. وشارك النادي الأهلي يمكن في 3 نسخ سابقة من هذه البطولة أحرز فيها المركز الثاني 2007 المركز الرابع 2022 والمركز الخامس 2015. النهاردة طبعا كلا الفريقين هيكون عندهم دوافع قوية جدا للفوز مباراة النهاردة وكل التوفيق أكيد للنادي الأهلي اليوم أمام الخليج السعودي. وأخيرا بقى الأهلي بيهزم الزمالك في دوري عمومي سيدات بنتيجة 24-22 أمس طبعا ضمن بطولة الدوري وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على الزمالك بنتيجة 14-9 أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك بـ100 عقبة. وكان فريق كمان السيدات يمكن فاز في المباراة الماضية على 6 أكتوبر بنتيجة 33-21. دي كانت أبرز وأهم الأخبار يعني والمستجدات اللي معايا النهاردة. بشكرك يا نهاوند وعودة ليكي مرة تانية. أنا كمان بشكرك جدا على التغطية الرائعة روزان ويعني كالعادة أكيد. هنروح فاصل الفقرة الأولى والساعة الأولى انتهت بما تحمله من أخبار طبعا مختلفة. هنروح فاصل نرجع مع حضراتكم عشان نستقبل بقى أولى يعني ضيوفنا وخليكم معانا لأنه زي ما كنت بنوه في بداية الحلقة احنا هنتكلم في الملف الأول أو الساعة الأولى عفوا الفقرة الأولى عن بطلنا البارالمبي وكواليس بقى الرحلة والصعوبات وإن شاء الله كمان البطولات القادمة وأحلامه اللي جاية إيه هي. خليكم معانا بعد الفاصل. الفقرة دي زي ما أنا نوهت احنا معانا ضيف بجد من تراث فريد جدا في لعبة تحديدا رفع الأثقال البارالمبي حقق نجاحات كبيرة جدا في الميداليات في بطولات العالم. احنا بنتكلم على بطولات العالم اخرها كان ذهبية كاس العالم من كام يوم. خلينا نرحب بيه ومش بس نرحب بيه ونسمع كمان كواليس الرحلة اللي اكيد فيها تحديات كانت كبيرة جدا ونعرف ازاي هتخطاها ونعرف وصل لايه والحلم اللي جاي كمان هيكون ايه. خلينا نرحب بضيفنا كابتن محمود صبري لاعب منتخب مصر وبطل العالم في رفع الاثقال البارالمبي. يعني صباح الهنا والله بجد. صباح الفل لحضرتك. يعني هقول لك على حاجه، الواحد بيسعد جدا لما بيقابل يعني ابطال مصر، انت بطل مصر فعلا وفي رياضات مختلفه وتحديدا لو هتكلم عن ابطالنا البارالمبيين لان التحديات اللي بتواجهوها يمكن اضعاف اضعاف التحديات اللي اي حد تاني ممكن يكون بيواجهها او حتى على مستوى الاولمبياد العادي. فقبل اي حاجه لان انا معايا بقى يعني سجل البطولات جايبينه لي طبعا زملائنا في الاعداد من 2017 حتى 2023. عندك ميداليه برونزيه في بطوله فزاعه الدوليه، ميداليه برونزيه في بطوله افريقيا لرفع الاثقال، عندك ميداليه ذهبية في بطولة أفريقيا المفتوحة وغيره وغيره وغيره، يعني تاريخ كبير. بس قبل الخوض في كل ده أنا عايزة الناس تعرف مين بطلنا، ابتديت إزاي محمود ووصلت للي أنت فيه ده برضو بدعم من مين وإيه التحديات تحديدا اللي واجهتك واللي قدرت إزاي كمان تتغلب عليها. ما شاء الله كده في سؤال واحد. بص يعني إحنا قاعدين أنا ممكن ألغي الفقرة الأخيرة. لا لا حضرتك أنا بدأت زي أي شاب عادي في اللعب في بدأت رياضة في الجيم. كنت لسه كنت لسه ما أعرفش أي حاجة عن رفع الأثقال. فقريت خبر كان تقريبا الكام دوت كان اولمبياد سيدني سنه 2000. انا لسه صغنون شويه فقريت كان بقى عندك كام سنه تحديدا؟ تقريبا 19 سنه. فشفت ال 19 20 في الرينج ده. فلقيت بقى ما شاء الله جايين ميداليات كتيره جدا وكان اكبر بقى ليها في الدوره الاولمبيه سيدني كانت رفع الاثقال.
فعرفت بقى في بطوله وكده. وبعدين قابلت واحد صاحبي فقال لي ده في فريق بيتعمل جديد في اتحاد نادي اتحاد الشرطه، فرجت يجي ورحت عملت اختبارات وبدات. كان ده كان بقى كان بعدها تقريبا بسنه او اتنين. حلو. وبدات في اتحاد الشرطه ولسه فيه لحد دلوقتي الحمد لله. كانت اول بطوله ليا، كانت بطوله جمهوريه جبت فيها ميداليه فضيه. بعد كان ساعتها ايام الموازين القديمه، يعني كان ساعتها بطل الميزان كابتن اسامة عبد المنعم، فربنا كرمني جبت انا ايه فضه بعديها. بعدها بسنتين دخلت المنتخب في 2000 و او بثلاث سنين. بعدها جت دوره اتينا 2004 وما شاء الله برده رفع عسكر كان مكسر الدنيا وجاب حوالي اكتر من 12 او 14 ميداليه. بدات بقى في المرحله ديت كان كنت انا لسه بقى ايه صغنون، وعسكرتي في المنتخب انضميت للمنتخب في 2007 في بطوله المحافظات. كان زمان في بطوله المحافظات بتعمل كانت بتعمل كل سنه، لكن دلوقتي ما بتعملش، بس دي كانت جميله جدا لانها بتبقى على مستوى مش مستوى الانديه بس، على مستوى المحافظه كلها. فكان فيها عناصر جديده كنت انا واحد منهم. بيتم اكتشافها، بتبقى فرصه حلوه. وما شاء الله اصلا اللي كان اللي شايل المنتخب دلوقتي دخلوا من المنتخب من البطوله ديت. يعني كابتن شريف عثمان، كابتن هاني محسن، كابتن محمد الديب، كان ناس كتيره جدا ما شاء الله عشان ما انساش حد، هم اللي دخلوا. كابتن محمد صبحي من الناس اللي انضمت للمنتخب في البطوله ديت. وبعدين سبت المنتخب ما كملتش في قعدت فيه سنه وما كملتش، ورجعت تاني في 2017. ليه وقتها ما كملتش؟ كان حصل حاجه؟ لا كان ما كملت ساعتها جالي زي اصابه كده، وبعدين انشغلت بقى في الشغل والحياه خدتني ومش عارف ايه. ما انا برضو عايزه نتعرف عليك على المستوى الشخصي، يعني محمود انت بتشتغل متزوج، يعني ازاي بتوفق برضو بين شغلك زي ما انت بتقول بتشتغل ودلوقتي التمرين؟ انت بطل عالم فلازم عدد ساعات معين، لازم معسكرات، يعني في برضو التزامات كبيره عليك. هو للاسف لعبتنا رفع الاثقال يعني لعبه تراكميه، بتاخد وقت طويل جدا في المعسكرات عشان اقدر اوصل لاكبر لاكبر رقم الافضل مستوى. يعني التمرينه فوق التمرينه فوق التمرينه بتوصلنا في الاخر للهدف المستهدف اللي احنا عايزين نعمله بالظبط. فازاي بتوازن بين ده وده؟ هو ساعتها اللاعب بره المعسكرات وبره المنتخب بيبقى الموضوع صعب قوي، لبعد المكان اللي انشغله مثلا بالعمل بالاسره مع التدريب. يعني انا مثلا كنت انا ساكن في حلوان، كنت بقى بصحى الصبح اروح الشغل بتاعي في المعادي في الشركه بتاعتي، وبطلع بعد الشغل اطلع على الدراسه في نادي اتحاد الشرطه اتمرن، وبعدين اروح البيت كل يوم الساعه 10 بالليل. فضل يعني انا خرجت من المنتخب بس فضل الحلم ايه موجود لحد ما عملوا تجارب منتخب في 2017. فبفضل الله ما كنت من بين الناس اللي اختاروهم، اللي هي بطوله فزاعه، كانت اول بطوله دوليه ليا 2017. والحمد لله كانت ربنا كرم وعملت فيها ميداليه برونزيه وعملت فرق اصلا ده انجاز لوحده ان انت اول بطوله بتشارك فيها وبتحصل على ميداليه، يعني دي مش حاجه قليله ابدا. محمود طبعا انت متزوج عندك اولاد او حاجه؟ متزوج عندي اولاد الحمد لله. ما شاء الله، ربنا يبارك. هتخليهم برضو يعني يمارسوا رياضه ويخشوا المجال ده زيك؟ هو ابني الصغير بس هو اللي ما شاء الله يعني بيحب، بس لازم هو مش حد منهم يبقى طالع لك على الاقل. هو مش ميال لرفع الاثقال، هو ميال للكوره. هايل، حلو. برضو الكوره طبعا مستقبلها كبير جدا. تسمح لي محمود اسالك عن سبب الاصابه لو حابب برضو تقول لنا، يعني كان ايه السبب؟ هو اولا كان في فتره التمارين دي كلها كان منتشر مرض شلل الاطفال جدا في الفتره ديت. فانا كنت من دول الناس اللي انا مصيب بيه، كان تقريبا عندي 4 أو 5 شهور، ومن بعدها بقى بدات الرحله دي. بس انا بفضل الله والله ربنا سبحانه وتعالى كان يعني موفقني في حاجات كده، كان رازقني بصحبه طيبه حتى في المدرسه. يعني في ظل دلوقتي ما شاء الله الناس كلها بقى عندها ثقافه التعامل مع الاخر، بس زمان ما كانتش موجوده. بس في المرحله في معايا انا كان ربنا رازقني باصدقائي مثلا في الابتدائي في اعدادي في المرحله بتاعه الثانوي، كانوا معايا، كانوا ما كانش بيحسسوني ان في مشكله عندي. او انا ما انا صح انا ما كنتش حاسس ان عندي مشكله، كنت بلعب معاهم كل حاجه. انا مثلا كنت بلعب كوره واقف جون، انا كنت اول واحد كانوا بيجوني كانوا من ضمن الناس اللي يختاروني اروح راكن العكاز بتاعي على جنب واقف انا جون، عشان كنت خفيف بقى وطير عن كوره والكلام ده. فكنت عايش حتى بفضل الله بصوره طبيعيه. يعني خدت دعم معنوي جيد من المحيطين حواليك في الفتره بتاعتك في الاوائل؟ هو اول دعم حضرتك بيكون دايما من الاسره. صحيح. من الاب والام والاهل والاخوات، حتى هم ما شاء الله يعني مثلا البطوله ديت كانوا كلهم كانوا موجودين،
والبطوله اللي قبليها اللي كانت في افريقيا المفتوحه كانت في نفس التوقيت بس كانت في 2022. دي الحمد لله جبت فيها 2 ذهب، ذهبيه كاس عالم وذهبيه وافريقيا. لان دي كانت مفتوحه، فاللي بيجيب فيها ميداليه بتحصدوا الاثنين، ودي برضو كذلك الحمد لله. اكتر حد هتختار واحد، ماشي هنختار واحد، اكتر حد في اسرتك كان داعم ليك تقدر تقول يرجع الفضل ليه بشكل كبير؟ امي والدتك. هي بتسمعنا دلوقتي ان شاء الله. اكيد فرحانه، ربنا يخليها لك. وانا يعني بالنيابه عنك كمان بقول لها شكرا، لان فعلا الاهل هم الاساس. يعني لما تيجي تدور على شخص ناجح فعلا هتلاقي بنسبه كبيره جدا لازم خارج من اسره داعمه بشكل كبير. الدعم المعنوي اساسي عند اي بني ادم. انا هقول لحضرتك سر ممكن اول مره الناس تسمعه مني، ووالدتي ممكن اول مره تسمعه. انا اكتر حاجه تمنيتها من الله ان طبعا ان انا اسافر دوره اولمبيه واحصل على ميداليه. دي كان حلمي اساسا، بدا معايا اكتر يعني. انا عايز اقول لحضرتك المدينه دي بتاعها ب 15 سنه. كنت اروح واجي واقرب وارجع وابعد واقع واقوم لحد ما ربنا كرمني طبعا بالميداليه دي. فكان اكبر هدف بالنسبه لي ان انا والدتي ربنا يبارك في عمرها تشوف الفرحه، اشوف فرحه في عينيها وانا خارج من المطار وانا جاي من الدوره الاولمبيه ومعلم ميداليه. كنت بتمنى من الله ان انا اشوف اللحظه دي. وحققتها انت يا محمود. الحمد لله. ويا رب مزيد من التالق، ويمكن ميداليه من الميداليات طبعا حصلت عليها اللي انا لابسها، انا دايما بحب البسه من ابطالنا. لا يا عليا برضه. ما شاء الله. تحس بطله رياضيه كبيره. طبعا. كلمني عن الميداليه دي، انت واضح انت جايب 3 ميداليات بس واضح دول العزاز عندك او ليهم قصص. خلينا نبدا باللي انا لابساها دي كانت فين، وبعد كده اشرح لنا الباقيين. هي احنا بعد ما جينا من بطوله العالم في دبي كانت شهر كانت في شهر 8 2003. دي كاس العالم تقريبا، بطوله كاس العالم. دي كاس العالم. كاس العالم بتعمل كل دي سنه. دي اخر حاجه كانت 23. كاس العالم بتعمل كل سنه. بطوله العالم كل سنتين. كانت زمان كنت طالع كل 4 سنين، وبعدين الاتحاد الدولي الاي بي سي خلاها كل سنتين. فاحنا دوبك جينا ما ريحناش، دوبك يعني كنا كانت منافسه شرسه. انا كان معايا في بطوله العالم حوالي 38 لاعب من اقوى لعيبه في العالم، منهم الجروب بتاعي كنا 4 جروب. يعني الماتش بتاعي كان اطول ماتش تقريبا في البطوله كلها، لان الموازين انا بلعب في تحت 72، فالميزان ده في النص، فتلاقي ده من معظم لعيبه العالم بيلعبوا فيه، بينه وبين يعتبر فوق الخفيف وتحت التقيل. فلعبت كان معايا 38 لاعب، كنا 4 جروب، كان الجروب بتاعي كان فيه 12 لاعب من اقوى لعيبه في العالم. فالحمد لله كنت بقى انافس على ميداليه البرونزيه والفضيه، وفي الاخر جبت الحمد لله مركز رابع، ودي كانت اهم محطه من محطات تاهيل طوكيو باريس 2024. طوكيو لسه معلقه معايا لحد دلوقتي. اي طبعا يعني، بس باريس ان شاء الله بقت باذن الله تكون. كلمني عن باريس وطموحك واستعداداتك، يعني مهم جدا نسمع منك كمان. باريس احنا بدانا تقريبا من بعد طوكيو على طول، ما ريحناش. وده صح. جينا بعدها فتره بعد لعبنا كاس العالم وافريقيا مفتوحه في 2022 يا دوبك ما كملناش، من ساعتها ريحنا شويه كده، وبعدين رجعنا تاني عسكرنا. فالحمد لله بنستعد لها دلوقتي لانها محتاجه مجهود قوي جدا، لان زي ما احنا بنتطور فالدول الثانيه بتتطور جامد جدا، خصوصا دول المنافسه لينا. يعني احنا عندنا من اكبر منافسين لينا في مصر، مصر بفضل الله في رفع الاثقال من افضل 4 دول على مستوى العالم. في عندنا الصين، ايران، مصر، نيجيريا. الصين دي مش عتقه رياضه بصراحه. يعني مش معقول حقيقي. لا حضرتك هتلاقي دوما في المراكز الاولى ان شاء الله مش هيطلع حد من 4 دول. ممكن يكون الكيرف بتاع نيجيريا دي نزل شويه. احنا يعني. فاحنا ان شاء الله باذن الله عم بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه واللجنه البارالمبيه في خطه معموله ان شاء الله ربنا يوفقنا ونحققها كل واحد فينا بحيث ان هو يوصل لافضل رقم ليه. انا كان رقمي بفضل الله كان 100 في بطوله العالم. كان رقمي اخر بطوله كان 101، كان 190. الحمد لله عملت بطوله العالم 197. فان شاء الله بطمح ان انا احسنه اكتر من كده عشان افضل ابقى من دون افضل 8 ارقام في الرانك الدولي. انا عايز اسالك سؤال مقسوم لحاجتين. سؤال ايه؟ اولا الشق الاول فيه ازاي انتوا كلعيبه مصريه بتبقى الامكانيات المتاحه ليكم شويه محدوده مقارنه بالمنافسين اللي انتوا بتنافسوهم، ولكن ده يعني خلينا اقول الحمد لله يرجع طبعا فضل ربنا في الاول وفي الاخر، لكن انتوا بتنافسوا بقوه والامكانيات توتلي مختلفه تماما، في جاب كبير قوي، في فوارق كبيره جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين برضو متصل بيه، ازاي قدرت انت من فكره شخص عن
كبوه، عنده اصابه، قضاء معين ربنا كاتبه. البعض قد يرى ان كده نهايه العالم، انا فرصتي في الحياه توقفت عند كده وارضى بنصيبي واقعد بقى. والبعض الاخر زيك يا محمود بيبقى عنده روح التحدي والتنافس، وبيقول دايما ربنا لما بيبتلينا بحاجه هو مش عايزنا نقعد ونحبط، هو عايزنا نبدا ونتحدى ويمكن كاتب لنا حاجه مختلفه بس لو امنا بنفسنا ورضينا بالقدر. خليني افهم ده عديته ازاي، وبرضه ايه السؤال الخاص بالامكانيات المتاحه القليله لكن انتوا بتحققوا انجازات، انا عايز اسمع على المستوى الشخصي يعني. بص حضرتك، لعبه رفع الاثقال محتاجه طبعا نظام تاني مختلف، حضرتك معسكرات مستمره وتغذيه وناس متخصصه، بس الحمد لله بفضل الله الفتره من بعد البطوله اللي فاتت اللي هي 2022 كاس العالم، بعدها فترة بفضل الله بدأنا في دلوقتي رجنا ما شاء الله ظبطت الدنيا معانا، معانا جهاز طبي، معانا إعداد نفسي، معانا جهاز رياضي ما شاء الله تدريبي بنزل المستوى الفني على أفضل مستوى. زي ما قلت لحضرتك في أول الكلام إن إحنا في خطة إحنا عاملينها، هو لعبتنا لعبة رقمية، فأنا لو أنا سافرت أنا مثلا بعمل 100 كيلو أو 200 كيلو، لو أنا سافرت قعدت أبص على المنافس ده بيعمل إيه، ده بيعمل 210، ده بيعمل، أنا مش هعمل حاجة. أنا كمحمود أو كل زمايلي فأنا منتج مصري بنافس أي منتج تاني كلاعب، مش أنا بسمي اللاعب ده كمنتج، كمنتج مثلا صيني أو كمنتج مثلا إيراني لأن إيران برضه من الدول القوية، كمنتج مثلا نيجيريا، أي دولة من الدول اللي فيها منافسات قوية، فأنا بنافس بإمكانياتي. فأنا لو أنا سافرت في أي بطولة عملت الرقم المطلوب مني وفي الآخر جاب لي ترتيب أول، ترتيب تاني، ترتيب تالت، أو حتى بره الميداليات الكابتن بتاعي سقف لي ويقول لي برافو عليك انت عملت اللي عليك. فالواحد بيحاول يسعى بكل الطرق ان هو يستعد في حدود امكانياته يوصل اللي هو عايزه. حته الشق الثاني من السؤال اللي هو العزيمه وكده، اولا ربنا سبحانه وتعالى لما يعني بيبتلي انسان بشيء وهو راضي بالشيء دوت، اول حاجه الرضا، انت رضيت كويس. الحمد لله دي نعمه من فضل من ربنا، لان في ناس ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليها ومديها كل النعم وهي مش راضيه، وبالتالي مش هتحس باي صحيح. نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى ولا هتحس بقيمه اللي هي تملكه. فاذا كان محمود او اي شيء او اي انسان تاني او اي مستوى الرياضي او المستوى الانساني بعيد عن الرياضه، انت ربنا سبحانه وتعالى اداك شيء فانت رضيت، خلاص دي اول مرحله. ثم بعد كده انت عايز تعمل ايه، عايز توصل ليه؟ لو انت امنت بشيء هتوصل له صح. باذن الله تعالى. انا مؤمنه بده، انا بكل ذل الامكانيات اللي كانت قدامي كنت بعيد جدا 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 عن اي شيء، في يعني كنت بقول ايه، انا عايز اخش المنتخب، دي كانت اول حاجه بالنسبه لي. طب دخلت المنتخب، طب انا عايز اعمل رقم كذا، ربنا كرم عملت رقم كذا، طب انا نفسي اجيب ميداليه كذا، الميداليه الفلانيه، ربنا كرم واكتب الميداليه. احكي لحضرتك موقف، كنا في قبل البطوله وقبل الكورونا، تقريبا قبل الكورونا كان مسكنا ساعتها الكابتن محمد عزت والكابتن شعبان دسوقي، فكابتن شعبان كان مصور الميداليات فضه وذهب وبرونز ميداليه طوكيو، فقال كل واحد يتمنى امنيه ويمضي اسمه على الميداليه اللي نفسه يجيبها. الله حلو ده. فقلت له ماشي، فهو كان قلب الورقه، فانا كان من جواه كان نفسي اجيب ميداليه فضيه لان الذهب كان ساعتها كنت حاسس انه بعيد عني، مع ان ما فيش حاجه بعيده عن ربنا سبحانه وتعالى، بس بتبقى عارف امكانياتك. فانا مضيت على البرونز وكان من جواه اجيب فضه، فربنا سبحانه رزقني بالفضه. حلو. فالانسان يؤمن اولا ان هو يقدر يحقق دوت ما دام هو شيء الحمد لله مشروع ومباح، فتقدر تحلم بدوت، اهم حاجه انك ترضى بس. والله انت قصه نجاح يعني بجد يا محمود، انا مش بجاملك، وملهمه جدا، واتمنى ليك من قلبي كل التوفيق، وحالي حال كل المصريين، لان انتوا خلي بالك لما بتروحوا تمثلونا في اي بطوله احنا بنحس ان حد من بيتنا، من اهلنا، اخواتنا، ابننا، والدنا، هو اللي موجود، يعني شخص قريب لينا مش بس مصري وخلاص. فبنتمنى ليكوا فعلا كل التوفيق، تحديدا كمان في باريس باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وحضرتك والله زي ما انت حضرتك عشان برضه محمود يوصل لدوت، في ناس دعم لي زي الاسره، انا الدعم برضو ليا برضو زي الراعي بتاع البنك الاهلي المصري. احنا كده بقينا كلنا رعاة لي يعني الى جانب ما نشكره طبعا بس برضو اللجنه البرلمانيه المصريه ما شاء الله، زي ما حضرتك عامله ما شاء الله شغل حلو في حته اللي هي ايه موفرين دلوقتي امكانيات، ولوزاره الشباب، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ونكون عند حسن ظنهم. امين يا رب. وعند حسن ظن المصريين. والله حضرتك كل واحد فينا زي ما قلت حضرتك بيبقى جاي عايز يشوف الفرحه في عين اقرب الناس ليه،
الاجانب المصريين. يعني انا مثلا وانا خارج من المطار في ناس انا سلمت عليها وصورت معاها وده يحضن وده يبوس، انا بقول لك بيشعروا ان انت واحد منهم، كانه هم اللي جابوا الميداليه. وفي ناس انا والله كنت يعني بشوف ما اعرفهاش ولا تعرفني واول مره اشوفها وانا خارج من المطار وبشوف الفرحه في عينيهم. فديت الواحد بيستشعر اللقطه ديت، ويتمنى من الله ان هي تتكرر تاني ان شاء الله في باريس باذن الله. باذن الله يا محمود، ونستضيفك ان شاء الله وانت حاصل على ميداليه في باريس باذن الله 2024. اشكرك جدا على وجودك معانا ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله ربنا يقدرنا وبالنيابه عني وعن منتخب مصر في الاسكال ان شاء الله باذن الله. يعني نوعدكم ان احنا نعمل افضل نتائج كمان من طوكيو، وان شاء الله باذن الله تشوفوا علم مصر والذهب زي ما بيقولوا كده ايه في دوما في كل الموازين وفي كل البطولات ان شاء الله. يا رب يحصل. اشكرك يا محمود جدا جدا. وهنروح مع حضراتكم دلوقتي فاصل نرجع للفقره الاخيره. كابتن صديق الجمال خليكم معانا، ضيفنا العزيز جدا منورنا كابتن صديق الجمال نجم الاهلي السابق. بونجور يا فندم. صباح الخير يا نهوان. صباح الخير على الساده المشاهدين وعلى حضرتك. احنا كنا بنتكلم في الفاصل قبل الهوا وبنقول ندردش عن الاهلي والجونه والمؤجلات وماتشات المؤجلات، لازم حاجه بتقع وده طبيعي الى حد ما. بس كمان اتكلمنا عن ان الاهلي الحمد لله صعد من المركز الخامس للمركز الثالث عالميا. فخلينا نبدا من هنا كابتن صديق. انجاز طبعا ما بعده انجاز يعني، وحاجه مشرفه جدا للمنظومه كلها، مجلس اداره النادي الاهلي، لجماهير النادي الاهلي رقم واحد، للجهاز الفني، لكل اللاعبين، وحاجه نفتخر بيها طبعا ان الاهلي يتحط في المكانه دي ومتفوق على انديه كتير قوي، منهم مثلا ليفربول. في ناس اقدم من الاهلي يعني سنه 1892 ليفربول، وفي ناس اقدم بكتير. بس طبعا دي الانجاز ده ما اتحققش الا بالحظ البطولات وتقدم النادي الاهلي طبعا في كل المنافسات وكل الاستحقاقات اللي بيخش فيها. تاريخ طويل واسماء كبيره شاركت وقدمت كتير للنادي الاهلي وجماهير في ظهرك، يعني امور عديده. جمهور رقم واحد، بس التاريخ ده ما بيجيش من فراغ طبعا. في مجهود اتبذل من كل الاجيال النادي الاهلي، من كل المنظومه، مجلس الاداره طبعا على راس المنظومه، لان هو اللي بيهيئ المناخ وبيدي الوضع للمدرب واللاعبين والاستقرار الاداري قبل الاستقرار الفني. صحيح. الاستقرار الاداري هو اللي بيولد النجاح، ان ما يكونش في ضغوطات على المدرب على اللعيبه، الناس شغاله المنظومه كلها بسم الله ما شاء الله. حاجه تتحسب يعني للمجلس والمنظومه كلها يعني. صحيح. خلينا نبدا بقى بالكلام او الحديث عن مباراه امس. البعض يقول لك انا كنت متوقع نتيجه زي كده، البعض يقول ما كناش متوقعين هاي سكور عشان المؤجلات زي ما انا قلت كنت بقول، يعني ما لازم حاجه كده بتحصل، ضغوطات برضو بتكون موجوده. ولكن سؤالي هنا خاص ببعض النقد اللي وجه ليه كولر وقال لك التدوير بتاعه والسكواد والتشكيل ما كانش الافضل، رغم ان احنا تاني هنرجع نقول بالعكس انت المهم جدا ان انت يبقى عندك كل اللعيبه في جاهزيه عشان ما اشعرش ان في مركز يعني في فراغ لو في اصابه. صح. او غياب او غيره للاعب الخاص بي، فامر طبيعي جدا ان هو يكون في تدوير، امر طبيعي جدا ان انا اشارك كل اللعيبه. بترد على ده ازاي؟ هو وضع طبيعي طبعا، اللي بيحصل ده وارد في الكوره. بالنسبه للنادي الاهلي اي يعني في كل موسم بيبقى عنده استحقاقات كتير، فبيجي يترقم عليه بعض المباريات مؤجلات بتبقى ورا بعض. فدي طبعا في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه فنيا، انا اهم حاجه عندي بالنسبه للمؤجلات ان انا احصد على 3 نقاط، لان انا بنافس ومطلوب مني بطوله دوري. فحته الاداء بالذات لما يكون كل 3 ايام ماتش، هيبقى الاداء مش اللي هو المطلوب من الجهاز الفني ومن اللعيبه بالنسبه للجماهير او الاعلاميين او الناس المعنيه عن كره القدم، لان في وقت انت حضرتك بتستغني شويه عن الاداء بحيث تحصدي 3 نقاط. الاداء هيجي، ولما يكون في ضغوطات على النادي الاهلي، ضغوطات من ناحيه المباريات، ان برضو 3 ايام دي بتبقى صعبه جدا، لازم يكون في تدوير، والتدوير ساعات بيبقى ايجابي وساعات بيبقى ممكن يبقى فيه شويه سلبيات بسيطه. الراجل بيشتغل على الحاجات دي كويس جدا جدا جدا. صحيح. وهو من لغايه دلوقتي ناجح يعني. هو طبعا بنقدم له التهنئه عيد ميلاده، تم 63 عام. الموسم اللي فات خد العلامه الكامله ان البطولات وعمل انجازات مع النادي الاهلي. السنه دي لو سقط منه بطوله او بطولتين، عندنا لسه 5 بطولات هو مشارك فيها. هو بيعرف يتعامل مع المباريات الناس عشان برضو عايزه ايه المكسب على طول وعايزه اداء كمان. المباراه الجونه كان فيها الشوط الاولاني عكس الشوط الثاني.
لحد ما هو كان بادئ بناس. طبعا نيدفيد كان بقاله فتره ما بيشاركش، وفي اتنين لعيبه كانوا محطوطين في المباراه دي يمكن بقالهم فتره مثلا ما شاركوش. الحاجه برضو اللي اسعدتني جدا عوده موديست اللي هو كان عليه نقد كبير جدا، كان عليه تشكيك يعني بشكل كبير. هو النقد فيه تشكيك، اللعيب جاي على النادي الاهلي ولازم يكون افضل من كده بكتير. هو ممكن يكون عنده امكانيات كويسه، بس عشان يخش في فورمه المباراه او يقف يسعد جماهير النادي الاهلي لازم يكون بيهدف، لان المهاجم لو ما كانش ينزل الملعب وبيجيب جون يبقى ليه بصمه، الجماهير بتبقى برضه مشدوده شويه. الكره العربيه والمصريه والافريقيه، وانا قلت الكلام ده، مختلفه، فاكيد مش مره واحده هيجي يتاقلم على اللعب عندنا، اكيد بيبقى في وقت كبير يعني، فده امر طبيعي لازم برضه الناس تبقى واخداه في الحسبان يعني. اكيد، والناس عايزه تساعده. هو كان بعيد عن المباريات، بس امبارح الهدف اللي جابه بيدل ان هو لعيب يعني متمكن وعنده مهاره وبيعرف يتعامل ازاي جوه الصندوق. حاجه يعني طاهر عمل له اللونج باص طويل بقى جنب المساك، حط وش رجله جابها قدامه وراح دايس عليه وعاملها ببطن ليه في حاسه الفيرويد. صحيح. فان شاء الله هنصبر عليه شويه لحد ما يتالق. ده من ضمن برده المكاسب بتاعه امبارح، ان برده كولر استعاد بعض جزء من الثقه. يعني بيقول لك ايه، ممكن ما يعرفش حاجه، لا، اللعيب الكوره لغه كره القدم ملاش دعوه بالانجليزي بالفرنساوي بالعربي، لغه الكوره دي لوحديها كانت بتتفهم. تشوف راح على الجمهور يعني عايز يقول لهم انا متواجد يعني وعمل كده، لان المباراه اللي كان بيلعبها كان في ضغوطات عليه وبيحس برضو بان الجماهير مش راضيه عليه. فالتغييرات اللي عملها كولر امبارح في الشوط الثاني كانت ايجابيه برضو. نزل اربع لعيبه، ديانج وبيرسي تاو واللي هو الباك ليفت، ويعني حسينا ان برضه في متغيرات في اداء الاهلي وكان ممكن نكسب. يعني امام عاشور لما نزل برضه كان ليه دور، الكره اللي حطها دي جت في العارضه. الاهلي اهم حاجه عنده كورتين في العارضه، يعني تحس العارضه برضه ما ده توفيق من عند ربنا، ممكن بيبقى تخش ليها طبعا نسبه. احنا توفقنا في ماتش اللي هو سيراميكا وجبنا الجون في وقت مثلا قاتل، يعني قفشه وهيدرز وهو قصير مش طويل. بس توفيق ربنا ساعات بيجي مع اللعيب او مع الفرقه ان هم تعبوا واشتغلوا واجتهدوا، فبيجي بيديك الهدف او بيديك الناتج في الاخر في الوقت اللي ربنا عايز يديك فيه. فماتش الجونه انا الحمد لله التعادل برده مش وحش، وان هم ثلاث ماتشات والحمد لله تصدرنا الدوري. احنا فرق الاهداف عن بيراميدز وعدد المباريات بتاعتنا اقل. فالاهلي زي ما معودنا ان شاء الله الفتره الجايه بعد التوقف الدنيا برضو تبقى متظبطه ونرجع للمكانه الطبيعيه بتاعتنا اول الدوري ان شاء الله يحصل. نتكلم بقى شويه عن الفنيات. امبارح الجونه اعتقد ان احنا كلنا كنا عارفين ان الجونه كالعاده بيلعب بشكل دفاعي بحت، يعني لم نفاجئ يعني بالامس. طيب اللعب الدفاعي البحت ده بيتطلب ان انت تضغط علشان تعمل او تقدر ان انت توصل. شفنا الاهلي يمكن في الشوط الثاني شويه كان بيضغط، لكن بصراحه الشوط الاول كان الجونه هو اللي ضاغط، كان اقل ما كنتش عارف يعني اقل شويه بالظبط، يعني هجمات الاعتماد على الهجمات المرتده اكتر. ما كانش في جيم تقدر يعني تقدر تسيطر عليه بمعنى اصح. هل التشكيل اللي احنا لعبنا بيه مع التكتيك اللي احنا لعبنا بيه كان الافضل لمواجهه فريق دفاعي بحت؟ برافو عليكي. هو حصل متغيرات، ان كان في ناس اول مره برضو تشترك من البدايه زي خالد عبد الفتاح لاعب باك شمال، واخد بال حضرتك، ونيدفيد برضو بعيد عن المباريات. دول برضو الحاسه بتاعت المباريات وان انت تكون رجليكي في الملعب بتختلف، فممكن يكون اثر بعض الشيء على اداء النادي الاهلي، مش هما الاثنين بس يعني، ممكن ايه المجموعه كلها. لما حصل تغييرات الشوط الثاني حسينا ان في الاهلي ضغط على الطرفين وفرات من ناحيه الشمال ومن ناحيه اليمين، وهاني اشتغل شويه يعني برضو حسينا ان في تركيز اعلى من الشوط الاولاني. فبرضو انت بتلعب الجونه في ملعبها، هو المدرب كل التقدير والاحترام ليه لما بيلعب النادي الاهلي هو يقول لك رقم واحد عايز البنت، انما هو لو ده نازل بيلعب مفتوح وبيضغط عليكي انت يبقى عندك مساحات، عندنا فروقات فرديه وعندنا لعيبه على مستوى عالي جدا جدا، في اي وقت ممكن يجيبوا جوان. الشحات وطاهر وحتى موديس كان بيوصل، بس الدنيا كانت مقفوله شويه. فانا انت برافو عليكي حته التكتيك. الشوط الثاني اختلف بالتغييرات، لما تنزلي حضرتك اربع لعيبه
فرقوا مع تيم النادي الاهلي، وهو برضو انكمش اكتر علاء عبد العال، فانت سيطرتي. يعني الجونه ملهوش حاجه، هو الجونه كان بيعتمد على بالحاج، وكان في لعيب اسمه ارنو اللي هو الاجنبي، واللعيب الثاني ده الاعتماد الكلي في المرتده بالحاج اللي هو جاب ضربه الجزاء، كان لعيب كويس برضو مغربي. فالشوط الثاني ما كانش فيه الحاجات دي كلها بالنسبه للجونه، لان ضغطنا من الاطراف ونص الملعب، كان في امتلاك وسيطره كامله لفرقه النادي الاهلي. بس طبعا التوفيق ده طبعا بيبقى وارد يكون معاكي، وممكن الكوره عندك شويه، فانا شايف ان الشوط الثاني افضل من الشوط الاولاني كمجمل لاداء النادي الاهلي امبارح. هو يعني في كلام كتير، احنا عشان عندنا فاصل دلوقتي اذان، بس حابه اطرح السؤال لغايه لما ان شاء الله نرجع من الفاصل سريعا. يعني فكره هنا برضو لما انا اتكلم عن يعني انا دلوقتي بلاعب منافس جديد الى حد ما برضو، او منافس في فوارق كبيره جدا عني، لكن انا شايف ان هو المنافس ده عنده طموح كبير وعنده اصرار كبير، وبقى يلعب بشكل كمان يخليك او يلفت نظرك. ده ما كناش بنشوفه في المنافسات المختلفه في المواسم اللي فاتت للدوري الممتاز، لان انت كنت خلاص هم 3 4 فرق اللي في الاخر عارف ان هم هيصفصف عليهم الترتيب والجدول، وبتبقى حافظ لعب كل فريق منهم. لكن دلوقتي مع صعود بعض الانديه والتالق الموجود والصفقات وراس المال بيدعموا الفرق، بالظبط بقى صح. شكل الدوري المصري المنافسه قريبه، وانا اشوف ان ده بالمناسبه حاجه ايجابيه جدا، لكن ده بيخليك برضو عندك بعض المتطلبات المهمه اللي لازم تركز عليها، واللي لازم تبتدي كمان تعمل لها حساب. فدي النقاط اللي هنرجع عليها، بس نطلع فاصل الاول. تمام. فاصل اذان سريع جدا، نرجع حديثنا لسه مستمر مع كابتن سديق الجمال، خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم مره كمان، وكابتن سديق اقول السؤال تاني ولا خلاص بقى؟ لا خلاص انا حفظت يعني عشان الوقت. اتفضل. انت حضرتك بالنسبه للفرق اللي هي بتلعب النادي الاهلي، او الاول كانت البطوله محسومه، يعني في منافس وفي منافس بعديه، وفي فرقتين او واحد او اثنين، زي مثلا الاهلي الزمالك الاسماعيلي الاول كان ساعات مثلا بعض المصري الاتحاد. دلوقتي ما شاء الله المستويات بقى متقاربه، والفرق اصلا كلها اللي بتلعب النادي الاهلي بتبقى اول حاجه عندهم تدعيمات كويسه جدا جدا، وبيشتغلوا على نفسهم وبيجيبوا لعيبه كتير وبقى يصرفوا، عكس الاول الحته دي ما كانتش موجوده. فبيجي بقى في المباريات تلاقي المستوى ممكن يكون قريب جدا، امتلاك الكوره الفرق صحيح. دي بيبقى عندها برضو النزعه الهجوميه. الاول كان الفرقه تقف مثلا 70 80 دقيقه بتدافع في نص ملعبها، دلوقتي بيلعبوا على المرتدات، جايبين مثلا عناصر مميزه جدا جدا، لان اغلبيه الفرق وعلى سبيل المثال مثلا زيد عمل تدعيم كويس جدا جدا، خد لعيبه من النادي الاهلي، جايب مثلا مصطفى زيكو ده من حرس الحدود، لعيب كويس جدا جدا واتدفع فيه مبلغ كويس. فاللعيبه دي بتصنع الفرق مع فرقها، عكس الاول تلاقي المستوى كان ايه بعيد شويه. انما دلوقتي حضرتك زي ما الاهلي بيعمل تدعيمات او الزمالك او الفرق الكبيره، فالفرق الصغيره ابتدت تشتغل على نفسها، وابتدت يمسكوها رجال اعمال وناس مستثمرين، عشان كده هتحس ان المستوى ان في نديه في المباريات. يعني حضرتك مع تدخل راس المال في الكره المصريه، لان اتى ثماره بقى، اصبح في تنافسيه اكبر طبعا، والتدعيمات اللي حصلت كمان خلت بعض الفرق ان هي خلينا نقول تدي متعه للدوري المصري، غير ان احنا او المنافسين التقليديين. هتكلم عن النادي الاهلي بيبقى ليها دور في بطوله الدوري، وبيبقى ليها تاثير في حسم البطوله، وبيجمعوا بناط، وبرده كل عندهم طموح، الفرقه عايز تاخد كاس، عايزه تنافس على بطوله الدوري، وحاجه مباشره جدا زي البلديه مثلا جاي من بعيد خالص، اتفرجت له على اكتر من مباراه، بدايه من ماتش المقاولين اللي كسبوه في الاول وعمل مباراه كبيره، باين اللي هو ما شاء الله اشتغلوا على نفسهم وليهم دور في اكتر من عنصر في الدوري المصري، هيبقوا مميزين الفتره اللي جايه، وبيشتغلوا على نفسهم مع مدربين وجايبين لعيبه، فدي كويسه للمنتخب وكويسه لصالح الكره المصريه. صحيح، متفق مع حضرتك جدا، وكويسه للنادي الاهلي في الاول وفي الاخر. انا قلت الكلام ده في الانترو، انا مش عايز حتى وانا رقم واحد ان انا انافس نفسي او انافس منافسين ضعاف او مستواهم يعني اقل بكتير، او حتى منافس تقليدي كل سنه، لا عايز يبقى فيه متعه حقيقيه كمان في الدوري. الاهلي بيستفيد من الاحتكاكات، لان عنده استحقاقات بره، بيلعب في افريقيا، بيلعب بطوله عربيه، بيلعب اي حاجه تصفيات، الفرق اللي بيلعبها بره بتبقى قويه. صحيح. فلازم المستوى في مصر يبقى قوي، وده عشان المنتخب كمان. طبعا. انت عارف المنتخب داخل على استحقاقات. احنا هنتكلم عن المنتخب دلوقتي طبعا، استعدادات كاس العالم، وعندنا مباريات جيبوتي، وعندك
يعني سيراليون مباراتين مهمين منافسين برضو أقوياء. خليني أروح مع حضرتك بداية هنا. المنتخب طبعا مستر فيتوريا اختار 25 لاعب، وهو راجل منظم جدا، وزي ما تفضلت مع حضرتك قبل كده لعب مباريات كتير، ما خسرش الا مباراه واحده اللي هي بتاعت تونس الوديه، وكان برضه ناقص لعيبه النادي الاهلي، كان عنده ظروف. والناس وقتها انتقدت وقالت لك اول مباراه بجد او اول مباراه حقيقيه وما قدمتش الاداء المطلوب، يعني بالعكس فاكرين احنا الانتقادات. هو لعب على الجزائر مباراه كبيره جدا جدا، والجزائر تعادل معانا في الاخر، وكانت مباراه احتكاك قوي جدا جدا. هو ما شاء الله ماشي بخطى ثابته مع المنتخب. هو احنا بس هنا التصفيات بتبقى يعني برضه ليها تركيز اعلى وليها دور كبير في وصول منتخب مصر. يعني عندك البدايه جيبوتي، عندك دي برضه فيها افانتاج لينا احنا، فرصه كبيره جدا جدا ان اول ثلاث نقاط ان في ملعبك، بعد كده هنطلع لسيراليون. المباراه الاولانيه يعني كان عندنا زمان عقده، المباراه الاولانيه في التصفيات بيهرب مننا ماتشات كتير، وزمان طلعنا من ليبيريا وطلعنا من فرقه ضعيفه جدا ما بنعرفش نجمع في الاول لبنات، فممكن العمليه تهرب مننا. انما دلوقتي الحمد لله الراجل مركز جدا جدا، والمباراتين في المتناول. يعني عندك المباراه اللي هي جيبوتي يعني وضع طبيعي على الورق ان احنا نكون اقوى، بس طبعا التصفيات دي ما لهاش معايير وما فيش مقياس حقيقي الا في الملعب. صحيح ان برضه حاله المنتخب وظروف البتاع، فان شاء الله بتمنى من الله المنتخب ان بقوه يجمع النقاط الاولانيه. الماتش الثاني سيراليون، في سيراليون احنا المجموعه بتاعتنا معانا بوركينا فاسو، فريق قوي جدا، واحنا برضو منتخبنا بوجود الحمد لله صلاح على راس المنظومه واللعيبه المحترفين كلهم دول هيفرقوا معانا في المباراه بتاعه المنتخب. وانا ان شاء الله باذن الله شايف ان احنا هنروح في حته كويسه ونضمن التاهل باذن الله، لان الوضع المجموعه كل الناس بتقول لك منتخب مصر باذن الله. منتخب مصر ما تاخدناش بقى الحته ان احنا نرتاح لان فيها خطوره عليكي لو ما جمعتيش بنط في الاول. صح. فدي لازم يكون في تركيز عالي جدا جدا ان شاء الله من اللعيبه كلها، وانا شايف المدرب ماشي يعني بخطى ثابته وبيتعامل باحترافيه مع اللعيبه والناس اللي بيضمها وتشكيلاته، ان هو مركز جامد يعني مع الفرقه. منتخب الشباب سريعا والمنتخب الاولمبي، خليني برضو اروح معاك ليهم كابتن صديق، لان احنا منتخب الاولمبي متابعينه بقالنا فتره طبعا، والى حد ما الاداء مش هقول مرضي 100%، لكن انت مطمن شويه ان انت عندك سكواد كويس جدا برضو. أكيد. وعندك امل فيهم كبير. والمدرب كمان منتخب الشباب دلوقتي انت بتتكلم لسه تشكيل جديد طبعا بقياده كابتن وائل رياض، وعندنا برضو امل كبير جدا، نتمنى ليهم كل التوفيق طبعا. منتخب اللي هو الشباب برضو في حاجه كويسه ان عندنا احتكاك يعني ايه قوي جدا جدا جدا، عندنا البطوله هي في شمال افريقيا دي في تونس، معانا الجزائر ومعانا تونس ومعانا المغرب ومعانا ليبيا، اربع مباريات في عدد ايام اقل. احتكاك قوي جدا جدا، اللعيبه كلها صغيره، وكابتن وائل عامل توليفه كويسه يعني اختار العناصر المميزه من الانديه كلها، وانا شايف ان شاء الله البطوله دي هتوقف اللعيبه واحتكاك قوي للمدرب كمان بالنسبة للشباب. بالنسبة للمنتخب الأولمبي أنا شايف المدرب ماشي برضو بخطة ثابتة، عندنا الأولمبيات مع المنتخب الأولمبي في باريس على ما أعتقد. طبعا. وعندنا مجموعة لعيبة كويسة جدا جدا على رأسهم مثلا إبراهيم عادل، وفي أسامة فيصل، وفي حمزة علاء. في لعيبة تانية كتير عشان ما بفخسش أحد، عملنا مباراتين كبار مع منتخب الأردن ولعبنا مباراة في كان ملعب مولين العرب وكسبنا المباراتين، والراجل برضه شغال بخطى ثابته وعنده فكر عالي جدا جدا. الحاجه الكويسه اللي برضه تتحسب للاتحاد الناس المسؤوله يعني المعنيين على كره القدم، ملف كره القدم في اتحاد الكره، ان المدربين بتاع الفريق الاول وبتاع المنتخب الاولمبي حاجه كويسه ومبشره. يعني كفاءه عاليه جدا، كوادر محترمه يعني وليها خبرات كبيره. الله ينور عليك، واجانب والمدارس بقى يعني ايه صحيح. اللي هي الاجنبيه العاليه جدا جدا، وكلهم عندهم باع طويل ومسكوا منتخبات ومسكوا فرق كبيره في اسيا. صحيح. فانا بقول ان شاء الله باذن الله المنتخب الاول هو البدايه بيفتح الطريق، منتخب الاولمبي، منتخب الشباب، لان الواجهه بتاعت مصر المنتخبات. صحيح. البطوله محسومه،
الحمد بفضل الله، يعني مش بقول والله عشان احنا في قناه الاهلي، النادي الاهلي مسيطر وهو اللي بيسوق وهو اللي راكب بدليل البطولات وتالت العالم، فالحاجه دي ده نعمه من عند ربنا لينا احنا كنادي اهلي. انما المنتخب عايزين نشوفه في الشكل اللي هو يليق اللي يليق بقى باسم مصر وجماهير مصر بصراحه. يعني الله ينور عليك يا نهاوند، بلاعيبته بمحترفينا، لان ما ينفعش احنا نبقى بعيد قوي. شوف المغرب وكل التقدير والاحترام ليهم، والجزائر وتونس، يعني معلش يعني المغرب عملت راحت كاس العالم، عملت انجاز كبير ان هي فوق. انا مش عايز اروح انا افرح ان انا اصعد واجيب بطاقه تاهل واروح اتغلب مثلا من السعوديه ومن اللي مش عارف منين. المنتخبات طورت من نفسها وكانت بعيده جدا في مستواها الفني وعدد كمان ترتيب البطولات، وسبقونا للاسف الشديد. دلوقتي الحق يقال، لكن نتمنى الفتره اللي جايه، ومهم الثقه، ان احنا تكون عندنا ثقه، لان مش ممكن المنتخب ده يحقق حاجه لو انت اصلا مش واثق في نفسك في الاول وفي الاخر. مدرب ونتائج على الارض هي اللي بتجيب الثقه والتجانس، والمنتخب يتلم كده زي زمان مع كابتن حسن شحاته، هيبقى عندنا منتخب قوي جدا جدا. انا عارف انت عايز تختمي بس انا اتفضل. احنا هقطعك يعني. بتمنى الشفاء العاجل لنائب رئيس النادي الاهلي الاستاذ عمرو فاروق، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه، عشان هو كان في حاله صعبه جدا جدا وما زال للاسف يعني هو في غيبوبه حاليا. ان شاء الله ربنا ياخد بيده ويشفي كل مريض، وان شاء الله يرجع لنا بالف سلامه للمجلس مع المجلس المحترم. امين. اللي هو وصلنا لثالث العالم، وان شاء الله نبقى كلنا في مكانه كويسه باذن الله. امين يا رب. مشكورك جدا كابتن صدقي، نورتني بجد على المستوى الشخصي، يعني حضرتك ليك معزه غاليه جدا عندنا والله. ربنا يخليك يا نهاوند، وانا سعيد جدا لما بكون موجود مع حضرتك يعني. نورتنا كالعاده، واشكر حضراتكم جدا، ونشوفكم ان شاء الله انا وكريم بكره وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.